مساء الخير. النهاردة وبحضور سوري لأول مرة من سنة 2011 اجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي بيحضر القمة العربية في جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك في أول تطبيق لقرار مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية باستئناف مشاركة سوريا في الجامعة العربية، وده بعد 12 سنة من الغياب عن جامعة الدول العربية. بعد 12 سنة من الغياب عادت سوريا بعد تنفيذ قرار اجتماع القاهرة من أسبوع تقريبا، وبعد مشاورات كتير ووفقا لقاعدة خطوة مقابل خطوة زي ما اتكلمنا فيها مع حضراتكم وشرحناها. الحضور السوري النهاردة بيحصل بعد أيام من استقبال الرئيس السوري بشار الأسد دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة السعودية للمشاركة في الدورة 32 لاجتماع القمة العربية في مدينة جدة، وده هيكون إن شاء الله الجمعة الجاية. السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية قال كلمة في الاجتماع النهاردة نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ورحب بمشاركة سوريا برئاسة وزير التجارة والاقتصاد محمد سامر خليل، وقال إنه حضور سوريا ومشاركتها وحالة التلاحم العربي هي تفعيل حقيقي لمبدأ التضامن العربي المشترك. المجلس الاقتصادي والاجتماعي شدد في جلسته على وضع خطط عمل واقعية، خطط عمل تقدر تخفف من معاناة المستضعفين في المجتمعات العربية اللي بيواجهوا مصاعب ما يقدرش حد يتحملها الحقيقة يعني، وده توجه عبر عنه كل المسؤولين اللي حضروا الاجتماع، لأنه الأزمات العالمية عملت تحديات العالم كله بيواجهها، وبالتأكيد بالتبعية العالم العربي بيواجهها. احنا خلاص منتظرين انعقاد القمة العربية في جدة اللي بتنعقد في وقت فيه قضايا كتيرة محتاجة موقف عربي موحد في ظل الظروف العالمية اللي حوالينا، خاصة ان كل الدول العربية عندها مشروعات طموحة للتنمية مش هتتم الا مع حالة من التهدئة في الاقليم. لو بصيت في الواقع العربي هتلاقي فيه مشاكل تستاهل نظرة عربية موحدة. عندنا موضوع النزاعات السياسية اللي بيجي وراها حالات لجوء وتشريد وعدم استقرار، دي طبعا محتاجة نظرة عربية بأفكار واقعية. عندنا موضوع الفقر اللي ممكن نتصدى ليه بالتكامل الاقتصادي العربي وتنفيذ الحلم اللي بنقوله بقالنا سنين وهو السوق العربية المشتركة، ياه نفسي تتحقق. استغلال الموارد، تطبيق مبدأ إنه الشقيق العربي هو أولى بالتعاون. عندنا كمان ملف البطالة واللي محتاج أكبر قدر من مشروعات التنمية، والتنمية عايزة استقرار. كمان في ملف الاستثمارات اللي نقدر نواجهه يعني كعرب مجتمعين في كل أزماتنا نقدر نواجه بيها ملف الاستثمار المشترك، بدل ما يكون في استثمارات عربية خارج المحيط العربي لازم الاستثمارات العربية تتوجه في المسار الطبيعي. دعم الشرعية في السودان، وقف التدخلات الخارجية فيه، إعادة إعمار سوريا، تحقيق السلام في ليبيا، إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي والمالي اللي بتعيشه، رجوع اليمن للحياة الطبيعية، ونهاية الصراعات حواليه. الحقيقة كل دي ملفات شديدة الأهمية، منتظرين ومتأملين من كل قلبنا أن يكون لها حل. ده طبعا جنبا إلى جنب مع الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب. طبعا مكافحة الإرهاب في المنطقة العربية دي أولوية، مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، توحيد المواقف السياسية. المهم أنه يكون في رغبة حقيقية، وده لو حصل هيعمل لم للشمل العربي، وده هيبقى يعني المبتغى والأمل والهدف والطموح. وفي علم السياسة في مصطلح اسمه تصغير الأزمات أو أحيانا تصفير الأزمات، يعني بالعربي كده تعالى نبدأ من أول وجديد، وأي أزمة نعتبر رصيدها صفر، تصفير الأزمات عشان إحنا كعرب نقدر
نصيغ رؤية نصلح بيها أي أخطاء حصلت في الماضي، لأن الأيام أثبتت أن العالم حوالينا ما بيرحمش الضعيف. مصر جديدة، أهلا بكم. ينضم لنا على التليفون سيادة السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. ومنذ قليل وصل فيصل المقداد إلى المشاركة في القمة العربية المرتقبة. كيف ترى مبدئيا هذه الخطوة؟ مبدئيا خبر طيب ولله الحمد، فسوريا دولة مهمة في التنظيم العربي، هي دولة مؤسسة لجامعة الدول العربية من سنة 46، ثم الجيش الثاني عربيا بعد الجيش المصري، فهي قوة تضاف إلينا. ثم الحقيقة أنا يعني للسبب شخصي، هو أنني دائما أقول أنني سوري مصري عربي، فأنا دخلت وزارة الخارجية في زمن الوحدة مع سوريا، وكان رؤساء الثلاثة سوريين، ولنا 6 زملاء في دفعتي كانوا من السوريين، فبالتالي سوريا لها مكانة خاصة في قلبي يمكن أكثر شوية من أي شخص لم يعاصر تلك الفترة. ونرجو إن شاء الله أن يكون في هذا اللقاء وانضمام سوريا وعودتها لمقعدها في جامعة الدول العربية مقدمة لحل المشاكل التي تقابلها سوريا. فنحن بصدد مشكلة قلما نشعر بها في مصر، لأن أنا من دمياط وحضرتك من الإسكندرية وثالثنا من أسوان، لا نشعر بانتماء إلا إلى مصر الوطن الأكبر. لكن للأسف لدينا مشاكل في بعض البلدان العربية أصفوها بأنها مشاكل قبلية، سواء في سوريا بين سني وشيعي وعلوي إلى آخره، في لبنان نفس الشيء، ليبيا تعاني، السودان للأسف يعاني مشكلة أكثر تعقيدا، وكذلك اليمن. لهذا الأمل في الدول العربية التي ما زالت تقف على أقدام صلبة، وهي أساسا 6 دول خليجية زائد مصر والعراق والأردن، وربما أيضا لدينا الجزائر والمغرب. هذه دول تستطيع أن تدلي بدلوها لدعم قدرات إخواننا في البلدان العربية التي تقابل مشاكل من الانقسامات، ونحاول إن شاء الله أن ندفع بهم إلى الوحدة تحت علم واحد ونبذ القبلية والحزبية. طيب. ثم لدينا أكبر مشكلة تواجهنا طوال الوقت، وهي المشكلة الفلسطينية. أكيد. وما يعانيه الشعب الفلسطيني من يعني معاناة فريدة في نوعها في عالمنا المعاصر. الشعب الوحيد المستعمر في عالمنا، وهو استعمار استيطاني يحظى بتأييد أغلب دول العالم القوي والمتقدم، ولا يردعه رادع. وبالتالي الصمود الفلسطيني أحد أهدافنا طوال الوقت. لدينا مشاكل عالمية أيضا، وهي تأثيرات أزمة المرض الكورونا وما أثرها، تأثيراته الاقتصادية السلبية، وأزمة الحرب في أوكرانيا التي يمكن أن تنعكس على الجميع أولا بأثار اقتصادية سلبية وتهدد الأمن في كل الدول. ولنا موقف إيجابي هنا، الحال الدول العربية لها موقف جيد، وسبق أن قامت بدور الوساطة بين الأطراف. مصر أيضا ووزيرنا سامح شكري بعد أن تلقى اتصال من وزير الخارجية الأمريكي ذهب ونقل رسالة إلى الروس محاولة للتهدئة، لأن هذه الحرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وفي نفس الوقت تؤثر علينا سلبيا، أكيد، سواء في إمدادات الغذاء أو في مشاكل الطاقة. نعم.
المشاكل كثيرة، نأمل إن شاء الله أن أن القمة يكون لها قادرة حل. على مواجهتها. طيب دلوقتي كان هناك دائما حديث مستمر عن عدم نجاح الجهود المشتركة، الآن أصبحت الجهود المشتركة حقيقة واقعة على الأرض، انعكاس ده إيه داخليا وخارجيا بالنسبة لسوريا؟ الحقيقة يعني احنا عملنا تجربة للتنسيق حتى على الأقل، وليس توحيد المواقف. لا نطالب تنسيق بالتوحيد، المواقف وليس على الأقل مش توحيد بالضرورة الموقف، مش توحيد. بالضرورة. جربنا هذا في اجتماع جدة الذي ضم دول الخليج الستة زائد مصر والعراق والأردن، عندما قابلوا الرئيس الأمريكي بايدن، عندما أعلن وهو في طريقه إلينا أنه يدعو إلى إقامة حلف على نمط الناتو، حلف عربي مضاد لإيران واعتبرها العدو. هنا الخارجية المصرية بصوت مرتفع رفضت المبادرة وقالت أن إيران ليست عدو، إيران دولة إسلامية شقيقة نستطيع بكافة السبل أن نتعامل معها. ولعل هذا الموقف المصري على الفور ألقى بآثار إيجابية على بداية عودة إيران إلى للعلاقات وعودة العلاقات الإيرانية السعودية، ونحن إن شاء الله بصدد إعادة العلاقات بين مصر وإيران. والرئيس بايدن نفسه غير موقفه قبل أن يصل إلى جدة ليلتقي بالزعماء التسعة، وحول مبادرته إلى مطالبة إسرائيل بحل الدولتين، لأن أكثر من يساند إسرائيل لا يجد لها أي مستقبل دون حل الدولتين، لأن دولة واحدة ستنتهي في يوم من الأيام إلى أغلبية فلسطينية مع أقلية إسرائيلية. تمام. وبالتالي نحن نسير في هذا المسار، ولكن يحتاج نفس طويل، يحتاج منا لدعم الإخوة وصمودهم في فلسطين، يحتاج أيضا لدعم السوريين، لأن سوريا تقابل مشاكل مادية عويصة نتيجة الانقسام، نتيجة الحروب. لبنان نفس الشيء، يمكن ليبيا في حالة أفضل لأنها لا ينقصها التمويل ولكن ينقصها الخبرة والتوجيه السياسي، وهذا لا ينقصنا إن شاء الله، خصوصا في دولة بوزن مصر لها علاقات عميقة بليبيا، تجدينها عندما تقودين سيارتك على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية، فهناك مئات السيارات الذاهبة والآتية من ليبيا. صحيح. تحمل مواطنين صحيح. من ليبيا ومن مصر، 2 مليون مصري يعملون في ليبيا ويساعدونها على نهضتها وتقدمها. لدينا مشكلة السودان وهي الأكثر تعقيدا بين المشاكل العربية للأسف الشديد، لأن أسوأ ما يصيب بلد هو أن ينقسم لأسباب قبلية أو حزبية. وفي هذه الحالة تلجأ الشعوب إلى الجيوش، لأن الجيش يعني انتمائه الوحيد هو للوطن الواحد. للأسف الجيش في السودان انقسم على نفسه، وهذه كارثة كبرى نحاول أن نتلافاها ونحاول أن نعيد السودان تحت علم واحد. نعم. طيب. السودان الذي عشناه جزء منا ونحن جزء من مملكة مصر والسودان وهتفنا لعلمها انفصل عنا، ثم إذا بالجزء اللي انفصل عنا ينقسم إلى سودان شمالي وسودان جنوبي، ثم إذا بكل سودان منهم أو منهما مهدد بالانقسام مرات أخرى، وده بنتيجة برضه القبلية وعدم الشعور الوطني. نعم، يعني مشاكل في أكتر من دولة عربية تحتاج إلى تنسيق في الجهود من أجل لم الشمل العربي، ومن أجل أن لو إحنا بنفكر في نهضة عربية فنحن لا نستطيع أن نصل إلى هذه النهضة بدون حل هذه المشاكل المتناثرة هنا وهناك. في الوضع العربي الراهن، من هو المستفيد بمشاركة سوريا في القمة العربية، ومن هو المستفيد بعدم مشاركة سوريا، وإزاي نستثمر الخطوة الحاصلة دي لصالح الشعب السوري؟ لا، هو بالتأكيد أن لا, لا, لا أجد في ذهني من يعادي عودة سوريا لمقعدها، لا، لأن سوريا جزء مهم للكيان العربي ربما عالميا. طبعا من لا يريدون لنا الخير ربما لا يريدون لنا في نفس الوقت نوع من الوحدة العربية. نعم. لكن دعيني ألقي الضوء على الجزء الإيجابي
في مسألة الوحدة العربية وهو الملف الاقتصادي. بالتأكيد الملف الاقتصادي بحالة أفضل، فلدينا منطقة تجارة حرة عربية منذ عام 2005، ألغينا الرسوم الجمركية تماما، أنشأنا اتفاقية للاستثمارات العربية المتبادلة ودعمها، وأنشأنا محكمة في داخل جامعة الدول العربية لمنازعات الاستثمار. نحن نحاول أن نجعل الاستثمار أيضا ينهض. وفعلا القمة واخدة صبغة اقتصادية، يعني القمة مش بس ستتحدث حول الملفات السياسية، ولكن هناك ملفات اقتصادية مهمة سوف تصطبغ بها القمة العربية بالزبط المقبلة. بالضبط، ولعلك تلاحظ أن الذي يجتمع اليوم للإعداد للقمة هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي. نعم بالضبط، على مستوى وزراء الاقتصاد بالضبط والتجارة. صحيح، فبالتالي لدينا ملف اقتصادي يجب علينا أن نرعاه، ولدينا كل السبل لأن نحسنه، لأن هذا الحياة يؤدي إلى توحيد المصالح وإلى تبادل المنافع. بالتأكيد الملف الاقتصادي العربي يستحق المجهود، لأن نتيجته عادة ما تأتي بنتائج طيبة. وأضرب المثل بمصر دائما، الآن البعد العربي يمثل 20% من تجارتنا الخارجية، والبعد العربي والإفريقي دائما فيهما فائض في الميزان التجاري لصالح مصر، فهو ملف غني ويعود علينا بفائدة مباشرة. أشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. طيب، امبارح بدأت انتخابات الرئاسة التركية ما بين ثلاث مرشحين نهائيين اللي ضمنتهم القائمة النهائية للمرشحين، وهم الرئيس الحالي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، مرشح تحالف اسمه الشعب، واللي بينافسه كمال كليكدار أغلو مرشح تحالف الأمة اللي متشكل من أحزاب المعارضة، وفي مرشح ثالث اسمه سنان أوغان ده مرشح تحالف الأجداد. كان في مرشح رابع بس هو انسحب قبل الانتخابات بأيام، وهو محرم إنجا مرشح حزب الوطن. المشهد في الانتخابات التركية كان معركة كبيرة، يعني كان في معركة كبيرة بين أتقل اتنين مرشحين وهم أردوغان وأغلو. النهاردة الصبح ظهرت النتيجة، لجنة الانتخابات التركية أعلنت أنه رجب طيب أردوغان خد 49.9% من أصوات الأتراك، وأنه كمال أغلو خد 44.96% من الأصوات. وبالنتيجة دي الانتخابات الرئاسية التركية رايحة لجولة إعادة، لأن مفيش حد من المرشحين جاب نسبة 50+1 للفوز من الجولة الأولى زي ما القانون التركي بينص. جولة الإعادة اتحدد ليها يوم 28 مايو، يعني بعد أسبوعين تقريبا، والأتراك مستنين الحقيقة على أحر من الجمر عشان يعرفوا اسم رئيسهم الثالث عشر، اسم رئيسهم رقم 13 اللي هيحكم تركيا لخمس سنين جايين. احنا عارفين طبعا انه رجب طيب اردوغان بيحكم تركيا بعد ما تم انتخابه في 2014 ونجح دورة تانية سنة 2018، وهو الرئيس الحالي المنتهي ولايته. أما بالنسبة لكمال كليكدار أغلو فهو ممثل تحالف الأمة اللي هو متكون من أحزاب معارضة، بالتحديد ست أحزاب معارضة، وبتخوض انتخابات 2023 في تركيا. وكمان هو رئيس حزب الشعب الجمهوري وبيعتبر نفسه وريث فكر مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. طيب، النهاردة الرئيس السيسي استقبل الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك ASA النرويجية بحضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. شارك كمان في الاجتماع ميكال تورود عضو مجلس إدارة الشركة، ومحمد عامر المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة، والسفيرة النرويجية في القاهرة.
المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه قال انه اللقاء شهد متابعه الاستثمارات المتناميه لشركه سكاتك في مشروعات الطاقه الجديده والمتجدده والهيدروجين والوقود الاخضر في مصر، واللي من ضمنها مشروع انتاج الهيدروجين الاخضر في العين السخنه، واللي بدا بالفعل في انتاج المرحله الاولى عشان تكون مصر اول دوله في افريقيا تنتج الهيدروجين الاخضر. كمان من ضمن المشروعات اللي شهدها اللقاء مشروعي الانتاج المشترك للامونيا الخضراء في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس باستثمارات تصل لحوالي 6 مليار دولار، وفي دمياط باستثمارات حوالي 870 مليون دولار. في مشروع طاقه الرياح ايضا بقدره 5 جيجاوات باستثمارات 5.6 مليار دولار على عده مراحل خلال السنوات الجايه. ومشروع الانتاج المشترك للميثانول الاخضر في دمياط باستثمارات حوالي 450 مليون دولار. كله ده كان في كلام مهم جدا في لقاء اليوم حوالين مشروع الربط الكهربائي بين مصر واوروبا لتصدير الطاقه المتجدده بقدره تقريبا 3 جيجاوات، وتم التوقيع فعلا على مذكره تفاهم لبدء الدراسات الخاصه بيه. طبعا الاجتماعات دي بتعكس قد ايه اهميه الاجراءات اللي بتاخدها الدوله لدفع وتطوير اليات مشاركه القطاع الخاص والشركات العالميه الرائده في مشروعات التنميه، خصوصا مشروعات الطاقة الخضراء. فاصل ونرجع نستكمل مصر جديدة. محدش ينكر اننا عندنا مشكلة في تماسك مؤسسة الجواز في مصر، وده بيظهر من كذا حاجة، يمكن أهمهم زيادة نسبة الطلاق في مصر اللي وصلت لحالة طلاق كل دقيقتين. يعني وإحنا بنتكلم مع بعض دلوقتي ممكن يكون حاصل حالة أو حالتين طلاق في مصر. من الحاجات الملفتة في موضوع الطلاق في مصر أنه 27% من حالات الطلاق بتحصل في السنتين الثلاثة الأولى في الجواز، وده معناه كمان أن الناس بتتجوز وهي مش عارفة يعني إيه جواز. الحاجة الثانية هي زيادة الجريمة الأسرية ووصول بعض الخلافات الزوجية للضرب والقتل وسلوكيات غريبة على مفهوم مؤسسة الزواج أصلاً كمودة ورحمة وسكن. طبعا الدولة كلها مهتمة جدا بمحاربة اتساع دائرة الطلاق في مصر، بداية من رئيس الجمهورية اللي اتكلم في الموضوع أكتر من مرة، لأنه ليها حقيقة آثار كتيرة على المجتمع وعلى الأسرة المصرية. من ضمن الحلول الكتير اللي الدولة فكرت فيها هي طباعة كتيبات تتوزع على المأذونين الشرعيين على مستوى الجمهورية مع دفاتر توثيق الزواج. مصلحة الدمغة بدأت في تسليم الكتيبات دي على المأذونين بحيث يتم توزيع كتيب على كل زوجين مع عقد الجواز بعنوان دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة. الكتيب صادر من أو عن قامتين في التشريع يعني مهمين جدا، وهما المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. بيتناول الكتيب كل حاجة تخص العلاقة الزوجية، إزاي الزوجين الشباب اللي ما عندهمش خبرة يتعاملوا مع المشاكل اللي بتقابلهم قبل ما يوصلوا لمرحلة الطلاق. الكتيب بيشرح إزاي إن الجواز ارتباط شرعي، إزاي هو ميثاق غليظ بيقوم على المودة والرحمة، وهدفه الاستقرار والسكينة والانسجام، وإنه لازم كل طرف إنه يتحمل مسؤولياته ويعرف حقوقه ويعرف واجباته. مش بس يبقى عارف حقوقه، يعني اصل في ناس كتير بتبقى حافظه حقوقها كويس جدا، بس للاسف مش كل الناس عارفه الواجبات اللي عليها كويس جدا. وان للمراه حق على جوزها انه يلبي لها احتياجاتها النفسيه قبل الاحتياجات الماديه، زي انه يحتويها، زي انه يحترمها، زي انها تكون حاسه بالامان، زي انه يكون ليها حق المشاركه في الراي. ده غير طبعا النفقة الطبيعية زي الكسوة، هو لازم يكون مسؤول عن كده، مسؤول عن أكلها، مسؤول عن شربها، لازم يكون عارف حقها في زيارتها لقرايبها وأهلها، من حقها وللزوج على الزوجة الطاعة وحسن العشرة. ولكن هو أحيانا اللي بنشوفه إن هي بيبقى عليها
كل الحاجات دي، بس هو معلهوش حاجه، ما هو راجل يعني، هو يعني هو يعمل اللي هو عايزه في اي وقت هو عايزه، فمش ممكن تحاسبه اصلا يعني. في النهايه الجواز مسؤوليه الطرفين، الاسره اللي كونوها اللي فيها مرأة ورجل وأطفال، دي مسؤولية كبيرة، ودي واجب شرعي مشترك، ما فيهوش حد يرمي الحمل على التاني، ولا في منافسة على مين صاحب الكلمة في البيت. أصل الموضوع مش منافسة، أصل أنا الراجل فلازم تعملي كده، هو مش منافسة، الموضوع فيه مشاركة، هو فيه تعاون، كل واحد يفهم ان الطرف التاني بيكمله، هو ده اللي هيخلي الحياة تستمر والمركب تمشي. وكمان انه لازم نعرف انه سر السعادة الزوجية هي الإخلاص، الحنان، الأمان. لو الزوجة مش شعرة بالأمان، مش شعرة بانه بيحترمها، ايه انهي حياة زوجية دي؟ ومن الحاجات الواقعية اللي اتعامل معاها الكتيب هو انه لفظ الطلاق ما يجيش على لسان الزوجين وقت الخلاف، فلا الست تطلب الطلاق على الفاضي والمليان، ولا الراجل يهدد زوجته بالطلاق مع كل مشكلة. التماس الأعذار مهم جدا، تجنب اللوم، الواحد يتجنب اللوم على اللي يسوى واللي ما يسواش. دي من الحاجات المهمة اللي اتكلم عليها دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة. من الحاجات المهمة كمان اللي موجودة في الكتيب هو إن الذمة المالية لكل طرف العلاقة الزوجية مستقل، يعني الذمة المالية للزوجة مستقلة عن الذمة المالية للزوج. وكمان الزوجة يعني ليها ذمتها المالية اللي هي اللي اتكلمنا عليها المستقلة، ومفيش حد فيهم مكلف انه يشيل ديون الطرف الثاني، ولا هي تدفع له ديونه، ولا هو ملزم انه يدفع لها ديونها، مفيش الزام، مفيش الزام. لكن بالموده وبالرحمه يجوز لكل طرف انه يساعد الطرف الثاني من باب العشره، من باب حسن العشره، من باب الذوق والاخلاق والعيش والملح والكلام الكتير ده كله. الحاجه الثانيه انه لا يجوز للزوج انه يمنع زوجته من عملها، خاصه لو تم الاتفاق على الموضوع ده منذ البداية وقبل الجواز. أنا طبعا مش هقدر أقرأ لكم كل الكلام اللي موجود في الكتيب على الهواء، لكن لما قريت الموضوعات اللي بيتعرض ليها حسيت إنها بصراحة ما سابتش موضوع للخلافات الزوجية إلا وشرحته بصراحة شديدة. أنا بدعو الشباب المقبل على الجواز إنه يهتم ويقرأ الكتيب ده اللي هياخده مع العقد، وما يعتبرهوش كده ديكور وشيء لزوم الشيء وياخده ويرميه أو يحطه في الدرج، لأن التجربة أثبتت أن المجتمع محتاج تثقيف بمفهوم الجواز من أول وجديد. طيب معنا على تليفون الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين. شيخ إبراهيم أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة، وبداية كيف ترى هذه الفكرة؟ فكرة أنه في كتيب بيشرح للزوجين مفهوم الحياة الزوجية، ايه مدى اهميته وازاي هيتم توزيعه، هل فعلا بدأ توزيعه؟ طيب بحضرتك وتحياتي. يا ريت بس حضرتك تبقى موجود في حتة الشبكة فيها كويسة، لانه الخط بيقطع، عشان بس طيب نستفيد من مكالمتنا لحضرتك. الصوت كده واضح؟ اه كده احسن. أهلا وسهلا بحضرتك وتحياتي لأسرة البرنامج. أهلاً. في الحقيقة الخطوة دي خطوة طيبة جدا، أنا بأسمن هذه الخطوة لما لها من تأثير على الأسرة المصرية. الكتيب ده في حقيقة الأمر هو في مبدأ واضح وهام وصريح جدا، اللي هو بيقول إيه؟ الوقاية خير من العلاج. بالظبط. النهاردة احنا بدل ما نستنى ان يتجوزوا وبعد كده يحصل ما بينهم مشاكل وبعد كده ينفصلوا، عندنا ما يقرب من 254 ألف حالة طلاق سنة 2021، فده عدد ضخم جدا، والدولة مشكورة نظرت لهذه المشكلة نظرة ثاقبة، وبتحاول ان هي تحط ايديها على علاج قوي وواضح جدا لعلاج هذه المشكلة. تمام. فالكتيب ده فأنا قريت الكثير مما كتب فيه على عجالة، لأن هو النهاردة كان أول يوم كان صفحة؟ تم تسليمه. كم صفحة يعني تقريبا؟ بصراحة مش متذكر هو كم صفحة، لكن هو في مواضيع عديدة زي ما حضراتكم ناشرين الفهرس بتاع الكتاب،
بيبين العلاقه ما بين الزوجين، العلاقه ما بين الاسره والمجتمع المحيط بيهم من اهل الزوج واهل الزوجه، العلاقه ما بين الاباء والعلاقه ما بين الابناء، ازاي ان احنا نقيم اسره سويه، ندير الخلافات الزوجيه اللي بيننا بطريقه سليمه. فهو في حوالي تقريبا 6 فصول. في كل فصل بيتكلم فيه عن نقاط بسيطه يستطيع القارئ العادي فهم هذه النقاط، نقط واضحة، ألوان جذابة حتى في الكتاب، يعني ما تخلكش تشعر بالملل أو بالتعب أثناء قراءة الكتاب، أسلوب سهل ومبسط، وإزاي ما يبقاش مبسط، واللي قائم عليه فضيلة الدكتور مفتي ديار المصرية الدكتور شوقي علام ومعالي المستشار وزير العدل المستشار عمر مروان. فبصراحة هو نتاج رائع وتجربة جيدة جدا، وأكيد هيتلوها العديد من الإجراءات اللي بتؤكد على بناء واستقرار الأسرة المصرية، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع. لو صلحت الأسرة صلح المجتمع بأسره، ولو فسدت الأسرة فسد المجتمع بأكمله. تمام. الكتاب ده بيتوزع بفلوس؟ بيتباع؟ لا، هو الكتاب بيتوزع مجانا على كل دفتر الزواج، في 8 عقود زواج. على كل عقد زواج بيتم اعطاء المأذون الشرعي دفتر كتيب واحد لكل عقد زواج. بيتم اعطائه للزوج عشان خاطر ان هو يطلع عليه ويقراه، ويفضل معاهم نموذج يطلعوا عليه في اي وقت، او لو احتاجوا استشاره او يسترشدوا بمعلومه منه يفضل الكتيب معاهم. والمأذون بياخد من الزوج ما يفيد ان هو استلم هذا الكتاب، وبيرفق هذا الايصال مع وثيقه الزواج اثناء توثيق عقد الزواج بالمحكمه وتسجيل العقد. طيب. الكتيب مجانا تماما، لا يحمل المواطن اي عبء مادي. جميل جدا. لو في حد اتجوز مثلا من سنه فلسه يعني ما كانش موضوع الكتيب ده موجود وعاوز ياخد الكتيب ده ممكن يعمل ايه؟ انا متزوج بقالي 20 سنه وبصراحه استفدت جدا من الكتاب، يعني قريت يعني بعض النقاط السريعه. تمام. لكن اجيبه ازاي اللي اتجوز من سنه او من 20 سنه وعاوز الكتاب ده يجيبه منين؟ هو متاح للمتزوجين حديثا اللي يكتبوا كتابهم حديثا، لكن انا اناشد مثلا وزاره العدل ودار الافتاء ان هم يعملوها على شكل ملفات PDF او كتيبات موجوده في السوق للي عايز ان هو يطلع عليها، وتكون بمبالغ زهيده. بالظبط كده. لكن حتى هو لو بمبلغ رمزي بس يبقى متاح للناس كلها. بالنسبه لنا هو موجود للي هيتجوزوا لسه، ابتداء من النهارده او بكره او بعده هيتم تسليم وثيقه الزواج معاها الكتيب اللي هو الارشاد الاسري. يعني طيب هسالك سؤال، اللي بيتجوز للمره الثانيه اللي بيتجوز هو كل قسيمه ليها كتيب، ماليش دعوه بقى اتجوز المره الثانيه الثالثه هي مالهاش دعوه. يعني عاوزين ايه؟ جعفر العمده يجي ياخد اربع كتيب. لا، هو ال 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 الكتيب بيبقى على عدد عقود الزواج اللي موجوده في كل دفتر. تمام. اشكر حضرتك. احنا النهارده كنا في مصلحه الدمغ واستلمناه بناء على ذلك يعني. تمام. شكرا جزيلا لحضرتك شيخ ابراهيم سليم رئيس صندوق المأذونين الشرعيين. طيب، لما اسعار الدواجن ارتفعت وطلعنا هنا نسال عن السبب، اتقال لنا انه ارتفاع اسعار الاعلاف هي السبب. النهارده بقى وعلى العكس، نظريه اللي بيغلى في مصر ما بيرجعش يرخص، نزلت اسعار الاعلاف بنسبه اكتر من 10%، وده اللي المفروض هينعكس على اسعار الدواجن في السوق في الفتره الجايه. الخبر ده اعلنه سامح السيد رئيس شعبه الدواجن في الغرفه التجاريه بالجيزه، واللي قال انه أسعار أعلاف الدواجن نزلت للطن الواحد من 29500 جنيه ل 26500 جنيه، وإن ده هيبان على أسعار الدواجن الفترة الجاية. أسعار الدواجن النهاردة مستقرة، الكيلو للمستهلك عامل ما بين 75 ل 78 جنيه، رغم إن سعر تسليم أرض المزرعة وصل ل 63 جنيه للكيلو بعد ما كان 65 جنيه. عايز اقول لكم انه في مقترحات كتير في موضوع السيطره على اسعار الدواجن، زي مثلا تفعيل البورصه الرئيسيه للدواجن في الاليوبيه اللي هتتحدد السعر العادل للكيلو بناء على التكلفه الفعليه وبناء على العرض والطلب عشان تبقى الاسعار مناسبة للكل، وكمان حظر تداول الدواجن حية علشان الحلقات الوسيطة اللي بترفع السعر على المستهلك تقل، وده أمر المفروض أنه صدر ليه قانون ولكنه شبه مجمد، لأن تاجر النقل بيحط حوالي 4 جنيه للكيلو في النقلة الواحدة، وبيبيع الفراخ وبيضيف عليها
تقريبا 8 كيلو 8 جنيه للكيلو الواحد، وده يعني الاضافات دي اللي احنا بنتكلم فيها ممكن نتجنبها بحظر التداول الحي. طيب ليه مش بيحصل الحظر المطلوب؟ سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، ليه يا أستاذ سامح ما بيحصلش الحظر المطلوب؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بحضرتك. المشاهدين أهلا وسهلا بك. طبعا أنت حضرتك اتكلمت باستفاضة في هذا الملف، وهذا الملف يمكن أنا من أوائل الناس اللي أنا تحدثت فيه الخاص بتنظيم هذه الصناعة. أي صناعة احنا متابعين مع حضرتك فعلا من البداية. أي صناعة في الدنيا لو نفذنا قوانينها المنظمة أكيد الصناعة دي هنحافظ عليها وهننجح فيها. إحنا الفترة الماضية أو في العشر سنين اللي فاتوا إحنا حققنا اكتفاء ذاتي من الدواجن، وعندنا اكتفاء لدرجة اللي إحنا بننتج 3,500,000 طائر يوميا حاليا. لما حصلت الأزمة اللي فاتت الخاصة بالأعلاف، هي أزمة كانت عابرة ولكن تمت السيطرة عليها بدعم وتوجيهات القيادة السياسية بالاستيراد لسد الفجوة التي كنا هنتعرض لها. والآن نحن في أمان جدا، الإنتاج زي ما قلت لك 3,500,000 يوميا، ولكن أنا بترهقني بعض الأشياء أهمها سيادتك تطرقت ليها، وهي تنفيذ قانون 70 لسنة 2009، وهو تحويل، احنا بنقول تحويل وليس اغلاق للمحلات. محلات بيع الطيور الحيه من الذبح الغير صحي الغير امن الى البيع المجمد والمبرد. الاستثمارات يمكن في ناس كتير جدا بتتدخل الان عايزه تدخل السوق المصري في هذا القطاع. وطبعا احنا عاوزين استثمارات وصناعه. من ضمن الاولويات اللي بيسالوا عليها ما هو عن تنفيذ القانون بمنع الذبح في المحلات العامة، لأن ما فيش دولة في العالم يا أستاذة بتذبح بهذه الطريقة العشوائية. نعم. يمكن مصر ودولة تانية بس اللي في العالم هم اللي شغالين بهذا النظام، وهذا النظام مرفوض جدا، لأن الدواجن المبردة أو المجمدة هي أأمن صحية للمستهلك. ليه هي أأمن صحية للمستهلك؟ عايزين نفهم. أنا أكلم سيادتك علميا بقى. أولا نحن لما نيجي نعمل مجازف، المجازف ليها اشتراطات خاصة، وهي لازم يكون في نفق تبريد 40 تحت الصفر وحفظ 18 تحت الصفر. هل اللي حاطط الكلام ده مش بأسلوب علمي ولا علمي؟ أكيد طبعا علمي. ليه بقى؟ مجرد الذبح للدواجن في حاجة اسمها التعدد البكتيري. التعدد البكتيري ده بيتزايد مجرد ما تم ذبح الدجاجه. ويمكن في ثقافه يعني سده المنزل عندنا بتقول ان احنا لما بنطهيها او على درجه حراره معينه او بنغليها او الكلام ده بنموت اي حاجه فيها، وده كلام خاطئ علميا. انا بتكلم علم ومسؤول عن كلامي، انما البكتيريا تنحصر بالتبريد او التجميد، وده كلام علمي. نيجي للجزء الثاني في الاسعار والبورصه، انا هتكلم في الاثنين مع بعض. اولا انا محلات الطيور الحيه بتبيع وتبالغ في البيع باسعار عاليه جدا، وكل واحد بيبيع على حسب المنطقه او الحي اللي هو ساكن فيه، وده شيء خاطئ طبعا مش موجود. يعني انا اعمل مقارنه، يمكن انا متابع الاسواق العربيه والاسواق الاوروبيه، يعني يكاد اقرب حاجه الامارات سعر الدجاج عندها ثابت طول السنة. طب أنا ليه ما نفذتش نفس القوانين ديت؟ نعم. والاستفادة منها إيه بقى بعد كده؟ أولاً هيحصل عملية تنافس في السوق بين الشركات الكبيرة من حيث السعر ومن حيث الجودة. هيقلل لي حلقات التداول المتعددة من مزرعة إلى سمسار الى تاجر نقل الى بيع محلات الفراخ الحيه. انا عندي الدواجن النهارده ب 61 جنيه، تاجر النقل السمسار بياخد جنيه ب 62، تاجر النقل بيحط 5 جنيه، وانا مش فاهم ليه بيحط 5 جنيه، ده رقم كبير جدا، كان بياخد 2 جنيه الاول اصبح 7 جنيه. كل واحد بقى بيعمل اللي هو عايزه. صاحب محل الطيور الحيه حاليا بيبيعها بيحط مكسب ليه هو ربح 10 جنيه.
يعني تشتك انا عندي 17 جنيه في الكيلو ما بين المزرعه في الكيلو وما بين مش كده 17 جنيه في الكيلو فاني. ايوه فندم بالكيلو فانا ليه ما طبقش القانون اللي انا فعلا طبقته 2008 2009 وابتدت ربط المجازر الدواجن مع المزارع مباشره. ده هيقلل لي حلقات التداول كتيره قوي. على الاقل خالص هيقل 12 13 جنيه على الوضع اللي احنا فيه ده. يمكن تناقشنا في هذا الموضوع مع معالي السيد وزير الزراعه وهو مهتم جدا بالملف، ولكن احنا صناعه قويه جدا. احنا الانتاج بتاعنا يا استاذه اقوى من البرازيل، ولدينا الاليات والامكانيات والمعدات اللازمه والمجازر التي تكفي طاقه الذبح. لان في بعض الناس المسؤوله تطلع تتكلم تقول احنا ما عندناش مجازر تكفي طاقه الذبح، الكلام ده عابر من الصحه تماما. عندنا مجازر على اعلى مستوى، اقل يعني اقل مجزر الي بينتج حوالي 12,000 طائر في الساعه. ناهيكي عن بعض الاشياء بقى ثانيه ودي مهمه. احنا بنستهدف التصدير. ويمكن في شركات جايه من دول عربيه كتير عاوزه تصنع في مصر وتعمل مشروع متكامل وتاخد التصنيع بتاعها تعيد تصديره الى بلادها اذا كانت الامارات او الكويت او السعوديه او او او. وبالفعل احنا عندنا شركات هنا استثمارها سعودي اعتقد كده واستثمار كويتي موجوده وبيعملوا الكلام اللي انا بقوله ده. احنا محتاجين فعلا ندخل بلدنا عمله صعبه. محتاجين جذب استثمار. والموضوع سهل وبسيط جدا. وكنا قعدنا مع السيد النائب المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه وقال احنا ممكن نطبقه على 3 مراحل الجيزه القاهره الاسكندريه. انا اتكلمت معاه بصراحه باستفاضه قلت له بالظبط هو ده المطلوب. نمشيها 3 محافظات واعتقد ان لو بدانا بالكام محافظه بعد كده بقى المحافظات هي هتحول نفسها مش هتغلق. هي هتحول نفسها اوتوماتيك ومفيش محل بيع طيور حيه مش معمول سيراميك مش معمول يعني عنده الامكانيات وكل الموضوع. انا بس حضرتك وانت بتكلمني انا قاعده بفكر في ايه؟ الذوق المصري للاكل هل ممكن يتقبل الدواجن المبرده او المجمده؟ يعني احنا يعني انا عارفه مثلا لما بيجيبوا عندنا الفراخ في البيت بيحبوا يجيبوها يعني فريش ما بيحبوش يجيبوها مجمده انه لا 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 ما تجيبوش المجمد. فانا بس بسال هو الذوق المصري للاكل هيوافق بموضوع المجمد؟ طب انا هسال سيادتك سؤال. الدواجن البرازيلي عندما طرحت في الاسواق هل قعدت؟ ده يدل على ايه؟ ان فعلا المستهلك المصري عاوز يشوف جوده وعاوز فعلا يغير الثقافه بتاعته. الدواجن المتواجده في السلاسل التجاريه الكبيره هل بتقعد؟ عليها سحب واقبال شديد جدا. احنا مش بنمنع الطازه، احنا بنقول احنا عندنا نوعين. عندنا حاجه اسمها زيرو روم وده الفريش صلاحيه 6 ايام، يعني طازه اكنك واخدها طازه بالظبط. وعندنا المجمد صلاحيه سنه، يعني ده موجود وده موجود. اللي عاوز فريش هياخد واللي عاوز مجمد هياخد. زي اي دوله في العالم بتطبق هذه القوانين وتنظيم هذه الصناعه يا استاذ. مشكله الاعلاف اللي ستي بتتكلم فيها الاعلاف احنا ما عندناش مشاكل فيه. مدخلات الانتاج دلوقتي عم بتدخل على مراحل ومراحل ثابته بدليل ان سعر الدواجن انخفض عندي من 80 جنيه دلوقتي بقى 60 جنيه. يعني في مؤشرات على النجاح والنهوض بهذه الصناعه. اشكر حضرتك. اتفضل. اتمنى تفعيل القوانين الخاصه. احنا عاوزين نجذب استثمار اكثر واكثر في هذا القطاع وعاوزين نصدر لكل دول العالم لاننا مش اقل من اي دوله في العالم. اشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ سامح السيد رئيس شعبه الدواجن في الغرفه التجاريه في الغرفه التجاريه بالجيزه. وموضوع تاني حابه اتوقف عنده النهارده واحنا الحقيقه بقالنا فتره يعني بنتكلم وبنقول وشغالين بنقول عن حكايات كتير عن منظومة الفاتورة الإلكترونية اللي بتلزم كل ممول بيتعامل مع جهات رسمية إنه يصدر فواتيره بشكل إلكتروني وإن ده هيقضي على التقديرات الجزافية ويطبق العدالة الضريبية وفي نفس الوقت تبقى كل المعاملات واضحة كل المعاملات مسجلة
ويستحق عنها أو يستحق عنها الضريبة. النهاردة مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب أكد أنه اعتبارا من أول يوليو الجاي مفيش شركة هيسمح أو هيسمح ليها أنها تستورد أو تصدر أو تتعامل مع المنظومة الجمركية بأي طريقة إلا إذا كانت بتتعامل وبتصدر فواتير ضريبية إلكترونية. وقال كمان بشكل واضح أنه مش هيتم الاعتداد في إثبات التكاليف والمصروفات اللي بتتخصم من الوعاء الضريبي إلا بالفواتير الإلكترونية وفي خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها. وإن الحكاية محكمة، الحكاية ما فيهاش مهرب، لأن في ربط ما بين كل قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والجمركية. كل ده زي ما قلت لكم اعتبارا من أول يوليو الجاي، وبالتالي الفاتورة الإلكترونية بيتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية اللي بتتقدم من كل أطراف المعاملات التجارية والخدمية اللي أكيد بتتم بين طرفين أو أكتر. يعني لو طرف أخفى معلومة أو مستند هتظهر في مستندات الطرف الثاني اللي بيتعامل معاه. يعني بالعربي كده الدايرة مقفولة، وده ما حصلش فجأة ولا قرار كده نزل من السماء ويطبق فورا، لا. مصلحة الضرائب بقالها شهور بتنظم حملات توعية ودعم فني للممولين وندوات ولقاءات مع الجهات والهيئات والجمعيات أو والجمعيات والنقابات حوالين منظومة الفاتورة الإلكترونية، وشرحت الموضوع على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصصت خط ساخن رقمه 16395. مرة تانية الخط رقمه 16395. أي حد عنده استفسار حوالين المنظومة يستطيع الاتصال بالخط الساخن 16395. طيب معانا الدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب. أهلا بحضرتك معانا في مصر جديدة. وبداية، من هو المكلف بإصدار الفاتورة الإلكترونية؟ اولا تحياتي لحضرتك استاذه انجي وفريق العمل المحترم بالبرنامج بتاع حضرتك وللساده المشاهدين. طبعا المكلف بالفاتوره الالكترونيه هو كل من صدر في حقه قرار الزام بالانضمام للمنظومه واصدار فواتير الكترونيه. وطبعا منظومه الفاتوره الالكترونيه بتهتم بالتعاملات بين الممولين، يعني البائع ممول له رقم تسجيل ضريبي والمشتري ممول له رقم تسجيل ضريبي، مع وجود بعض الاستثناءات زي المصدرين، لان طبعا هنا المشتري بيبقى بره الدوله المصريه يعني، فالمصدر او المستورد هيبقى مكلف ان هو ينضم لمنظومه الفاتوره الالكترونيه ويبتدي يصدر فواتير الكترونيه، لان من 1/7 زي ما حضرتك تفضلتي وقلت كده وفقا للبيان الاعلامي اللي صدر عن مصلحه الضرائب النهارده من طبعا معالي رئيس مصلحه الضرائب المصريه الاستاذ مختار، ان من 1/7 مش هيسمح لاي شركه بالاستيراد او التصدير او التعامل مع المنظومه الجمركيه اللي هي منظومه نافذه، الا اذا كان الشركه دي بتتعامل وبتصدر فواتير ضريبيه الكترونيه. وطبعا زي ما حضرتك يعني اشرتي ان فعلا هناك ربط شبكي بين قواعد بيانات منظومه الفاتوره الالكترونيه والمنظومة الجمركية. وعشان نبسط المعلومة للمشاهد شوية نقول ايه، نقول ان احنا يعني زي ما كل مرة بنتكلم بنقول يا جماعة في رؤية مصر 2030 تحول رقمي على مستوى الدولة. فالنهاردة في تحول رقمي في مصلحة الضرائب، في تحول رقمي في مصلحة الجمارك، في تحول رقمي في كل الجهات الإدارية على مستوى الدولة. فالنهاردة اللي احنا بنتكلم بيه ان في تحول رقمي في مصلحة الجمارك وتحول رقمي في مصلحة الضرائب، وفي ربط بين المنظومات الممكنة في المصلحتين بين منظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة نافذة اللي تخص مصلحة الجمارك. وبالتالي الكلام دوت بيبين اذا كان فعلا المستورد او المصدر بيطلع فواتير الكترونية ولا لا، وبالتالي هيسمح ليه بممارسة الاستيراد والتصدير من عدمه وفقا طبعا للاتفاق اللي تم بين المصلحتين وفقا للبيان اللي تم اصداره. احنا تقريبا وصلنا لقد ايه من الشركات سجلت في المنظومه؟ احنا عندنا التزام بشكل كبير جدا. يمكن طبعا احنا زي ما حضرتك قلتي احنا القرار مش فجاه، احنا بقالنا تقريبا داخلين على 3 سنين تقريبا بنطبق منظومه الفاتوره، او اقل من 3 سنين بشويه. بدانا تجريب المنظومه في 30/6/2020، واول مرحله الزام في 15/11/2020.
وكان اخر مراحل الالزام كان في 15/12/2022، وتم مد مهله التسجيل للكيانات الفرديه لغايه 30/4/2023، وللكيانات الاعتباريه تم مد مهله التسجيل ليها ل 31/12/2022. فاحنا داخلين على اكثر من سنتين ونص بنطبق منظومه الفاتوره الالكترونيه، وبالتالي اعداد كبيره جدا من الشركات التزمت. وبرضه المميزات للشركات ايه دي؟ يعني الشركه دلوقتي اللي انضمت للمنظومه الالكترونيه او الشركه اللي دلوقتي في طور انها تنضم، هي المميزات اللي هتاخدها ايه؟ هتستفيد ايه؟ يعني ايه اللي هي هتاخد ايه من الموضوع ده؟ طيب رقم واحد ان احنا الشركات اللي بتنضم لمنظومه الفاتوره الالكترونيه بنصنفها ان هي ملفها الضريبي ملف منخفض المخاطر. يعني ملف ما بيبقاش منه قلق كبير جدا. يعني ايه الكلام ده؟ الملف الضريبي بتاعها هيبقى ملف منخفض المخاطر. تمام. فالمصلحه لما بتيجي تركز في الفحص بتركز طبعا اولويه على الملفات مرتفعه المخاطر، وبالتالي هو كملف منخفض المخاطر هياخد ميزه ان هو يبقى فيه تباعد بين فترات الفحص بتاعته، ممكن افحصه كل 3-5 سنين مره، ممكن اعتمد له اقراراته لو كانت اقرارات مؤيده بمستنداته ما افحصوش اصلا عن الفترات واعترف باقراراته واللي هو حاطه في اقراراته. كل الكلام دوت استفاده كبيره جدا للشركات، وتقليل اجراءات فحص، وممكن استبعاد من الفحص، وممكن يتم لو هفحص الشركه افحصها مكتبي في المصلحه من غير ما انزل للشركه نفسها وعطل مثلا المحاسبين او مكتب المحاسبه يبقى متواجد، ويبقى في جهد ووقت كبير جدا كان بيستهلك في الفحص الميداني للشركات. المستهدف ان نسبه كبيره من فحص الشركات الملتزمه دي يبقى فحص مكتبي اذا نزلت في عينه الفحص. ممكن الشركه دي لو بتقدم اقرارها مؤيد بمستندات وما نزلتش في عينه الفحص اصلا اعترف باقراراتها من غير فحصها خالص. فدي مميزات كبيره جدا. طب إيه لو في شركه عجزت عن اثبات تكلفه او يعني المصروفات بتاعه الشغل بتاعها بفاتوره الكترونيه، هل هيتم استبعادها بالكامل من الوعاء الضريبي؟ بص حضرتك، احنا طبعا احنا بنقول برضو ان البيان الاعلامي بتاع النهارده تضمن ان اعتبارا من 1 يوليو 2023 لن يعتد باي تكاليف وجبه الخصم الا بموجب فواتير الكترونيه. طب خليني اقول لحضرتك على حاجه. الموضوع ده مصار من امتى؟ الموضوع ده نزل قرار لمعالي وزير الماليه رقم 125 لسنه 21 ان الكلام ده يتطبق من 1 يناير 22. 1 يناير 22. وبعدين تمام، مجتمع رجال الاعمال قدموا التماس لمعالي الوزير ان يعني يتاجل الفتره شويه لغايه لما الناس توفق اوضاعها. فصدر قرار معالي وزير الماليه ان يبقى لن يعتد بالفواتير الالكترونيه ديت الا يعني اجلنا 6 شهور عن الفتره بتاعت 1 يناير 22 خلناها من 1/7/22. النهارده احنا بنعمل يعني رحلنا الكلام ده لمده سنه كمان، وهنبتدي من 1/7/23. انت حضرتك متخيله؟ يعني احنا اخذنا سنه ونص استجابه لمجتمع رجال الاعمال ان احنا نصبر لغايه لما الشركات توفق اوضاعها عشان لن يعتد باي مصروفات وجبه الخصم او تكاليف وجبه الخصم من الايراد اللي الشركه حققته عشان اطلع وعاء الضريبه صافي الربح اللي هيخضع للضريبه الا بموجب فواتير الكترونيه. يعني لو هو اشترى حاجه وما معهوش فاتوره الكترونيه بيها مش هعتد له بالتكلفه دي. الكلام ده عشان يتطبق اصلا في قرارات صادره من اكتر من سنه ونص. فاحنا واخدين يعني اللي انا عايز اوصل لحضرتك ايه؟ ان احنا في تدرج وفي تمهل في تطبيق الكلام ده على المجتمع الضريبي، لكن طبعا لازم يبقى في تاريخ فعلا يحصل تطبيق فعلي للمساله. النهارده الموضوع يتاجل مره واثنين، وتاجل يعني في حدود سنه ونص من بدايه زمن تطبيقه. فاحنا النهارده لا، قلنا خلاص من 1/7 ان شاء الله رب العالمين كل واحد عايز يثبت تكاليفه لازم يبقى بموجب فواتير الكترونيه، والا لن يعتد له بهذه التكاليف. كمان في حاجة مهمة جدا في بيان النهاردة، ان الناس اللي بتتعامل بضريبة قيمة مضافة، هو لما بيبيع بيحصل ضريبة قيمة مضافة، وهو بيشتري بيدفع ضريبة قيمة مضافة. القانون بيسمح له ان هو يخصم الضريبة اللي دفعها وهو بيشتري من الضريبة اللي حصلها وهو بيبيع. فالنهاردة حتة خصم الضريبة دي
لن يعتد بيها إلا لو كان اشترى فاتورة إلكترونية. نعم، أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أبو زيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات المتكامل في مركز الضرائب. طيب، أحوال الجو النهاردة، هيئة الأرصاد الجوية حذرت أنه هيكون في ارتفاع درجات حرارة في أغلب محافظات مصر الكام يوم اللي جايين، وقالت أن السبب هو كتل هوائية جاية من شبه الجزيرة العربية وبتكون كتل مرتفعة في درجات الحرارة. ويعني احنا أعتقد حسينا امبارح والنهاردة أن الصيف بدأ كده بشيره تبان، وخلاص عرفنا أنه فصل الربيع في مصر هو فصل التقلبات، وأن اليوم الواحد ممكن يبقى برد وصيف وحر وتلج، يعني الفصول الأربعة كده تلاقيهم مجتمعين في يوم واحد. الأرصاد الجوية قالت كمان أنه بكرة الثلاث وبعد بكرة الأربع ممكن يحصل فيهم ارتفاع في درجات الحرارة، ممكن يوصل ل 35 درجة في النهار في القاهرة الكبرى ول 40 درجة في محافظات الصعيد. لكنها طمنتنا برضو لأنها عارفة أننا بنحب نستقبل فصل الصيف كده بالتدريج، أن يوم الخميس هتبدأ في درجات الحرارة تنزل، يوم الجمعة والسبت هتقل تقريبا من 4 ل 5 درجات وتعود مرة أخرى لمعدلاتها الطبيعية والمنطقية في الوقت ده من السنة. دكتور محمود القياسي، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. توقعات هيئة الأرصاد إيه للأيام القادمة؟ يعني درجات الحرارة بترتفع صحيح، ولكن خلاص يعني إحنا دخلنا رسميا فصل الصيف ولن نعود مرة أخرى للبرودة في المساء على الأقل؟ اهلا بحضرتك استاذ انجي، واهلا بكل الساده المشاهدين. احنا زي ما حضرتك اشرتي بدايه من اليوم بدات تتغير مصادر الكتل الهوائيه قليلا علشان نبدا نتاثر بكتل هوائيه جايه من صحراء شبه الجزيره العربيه، كمان معاها تدخين في الطبقات العليا للهواء، ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس وبالتالي بدايه ارتفاع تدريجي في درجات الحراره. يمكن اليوم شعرنا بدرجات الحراره اعلى قليلا من الايام الماضيه، غدا ان شاء الله هتكون ذروه الارتفاعات دي، هتوصل معاها العظمى على القاهره ل 34 درجه مئويه وتوصل ل 40 على محافظات جنوب الصعيد. لكن لازلنا في فتره التقلبات الجويه بشكل كبير، مستمر معنا هذا الارتفاع في درجات الحراره حتى يوم الاربعاء القادم. على يوم الخميس ان شاء الله هتبدا تتغير مصادر الكتل الهوائيه مره اخرى، هتتراجع الكتل الهوائية الجنوبية وهنبدأ تتأثر بكتل شمالية قادمة من على البحر المتوسط، بتكون درجات حرارتها منخفضة وأقل، وبالتالي هتبدأ يوم الخميس تتعمق الكتل دي على يوم الخميس والجمعة القادمين، هتبدأ تأثر على أغلب مناطق الجمهورية، هتعود معاها درجات الحرارة 30 درجة مئوية على القاهرة و 29 وربما 28 على مناطق من القاهرة الكبرى. الناس خايفة درجات حرارة. الناس خايفة من انه لانه الصيف اتأخر شوية، وان حتى لما الصيف دخل لسه بنشوف ايام برد، انه بعد كده بقى لما الصيف يبقى صيف هتبقى درجات الحرارة صعبة جدا، لا عالية جدا. يعني اللي احنا بنشهده حاليا مش مؤشر اطلاقا على ان فصل الصيف هيكون درجات حرارته اعلى او اقل، ولكن يمكن خلال السنوات القليلة الماضية بدأنا نلاحظ ان في ازاحة في بدايات ونهايات الفصول. لو اتكلمنا عن درجة حرارة المتوقعة على يوم الجمعة والسبت ما بين 28 ل 29 درجة مئوية، دي بالفعل أقل من المعدلات الطبيعية المفترض إنها تكون خلال التوقيت ده من السنة، ولكن بنتوقع إن شاء الله مع نهاية شهر مايو بتبدأ درجات الحرارة ترتفع تدريجي علشان نبدأ نشعر بالأجواء الصيفية بشكل كامل إن شاء الله. أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياسي، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية. طيب، الكام يوم اللي فاتوا سمعنا كلام عن إنه بطولة الدوري هتنتهي في شهر أغسطس اللي جاي، وده بسبب مشاركة نادي الزمالك في البطولة العربية للأندية اللي بتنظمها السعودية الصيف الحالي. لكن رابطة الأندية نفت كل الكلام ده وقالت إن الدوري هينتهي في نص شهر يوليو بشكل طبيعي، وده كلام أكده أحمد دياب رئيس رابطة الأندية قبل كده، علشان الفرق يبقى عندها أو الفرق يبقى عندها فترة استعداد وفترة راحة كويسة زي باقي الدوريات في العالم، خصوصا إننا بنلحم المواسم في بعض تقريبا بقالنا سنين، نفسنا نرجع بقى للمواعيد الطبيعيه لبدايه ونهايه الموسم. عايزه اقول لكم انه الموسم كان مخطط ليه انه ينتهي في 30 يونيو، لكن لما الاهلي شارك فجاه في كاس العالم للانديه حصل كده ترحيل، حصل تاجيل اجباري لنص يوليو.
بفكركم ان الزمالك هيشارك السنه دي في البطوله العربيه اللي هتكون في شهر يوليو بصفته بطل الدوري الموسم اللي فات، وجه حظه في مجموعه بتضم نادي النصر السعودي اللي بيضم في صفوفه كريستيانو رونالدو. كمان كان فريق طلائع الجيش مشارك في البطوله لكنه خرج من الادوار الاولى على ايد فريق اهلي طرابلس الليبي. طيب مصطفى محمد رفض المشاركة امبارح مع فريقه نانت الفرنسي قدام نادي تولوز، وده بسبب ايه يا جماعة؟ ده بسبب حملة الدوري الفرنسي لدعم المثلية عن طريق ان اللعيبة هتلبس تيشيرتات ارقامها متلونة بألوان دعم المثلية. مصطفى لما عرف خد موقف، رفض المشاركة في المباراة قبل إعلان التشكيل ب 30 دقيقة، ودي تقريبا أول مرة مصطفى بيغيب عن مباراة في الدوري سواء أساسي أو احتياطي مع فريقه. بعد الموقف ده نادي نانت أعلن توقيع غرامة على مصطفى هتتخصم من مستحقاته آخر الموسم، وبناء عليه نشر مصطفى محمد ما يشبه كده البيان على حسابه الشخصي على موقع تويتر، قال فيه أحترم كل الاختلافات، احترم جميع المعتقدات والقناعات، يمتد هذا الاحترام الى الاخرين، ولكنه ايضا يشمل احترام معتقداتي الشخصية نظرا لجذوري وثقافتي واهمية قناعاتي ومعتقداتي. لم يكن من الممكن ان اشارك في هذه الحملة، واتمنى ان يتم احترام قراري وكذلك رغبتي في عدم المجادلة حول الامر وان يعامل الجميع باحترام. بصراحة رد هادي ورد موزون جدا ورد محترم من مصطفى محمد، اتعامل بيه بذكاء شديد مع الموقف، وده خلى زميله في الفريق سامويل موتوسامي يعلن دعم مصطفى محمد ويقول احنا ما عندناش مشكلة معاه وان كل واحد له حرية الاختيار. الماتش بين نانت وتولوز انتهى بالتعادل، وعلى فكرة نادي تولوز أعلن هو كمان استبعاد 3 لعيبة من الماتش لنفس السبب وهو رفضهم دعم المثلية. نادي نانت اللي بيلعب ليه محمد مصطفى حاليا في المركز 17 وضمن الفرق المهددة بالهبوط للدرجة الثانية، ومصطفى لعب مع فريقه 49 ماتش سجل فيهم 11 هدف وصنع هدفا وحيد. طيب واحنا بالمره كده لسه مع المحترفين في اوروبا، عندنا خبر مهم عن توقيع نجم منتخبنا الشاب عمر مرموش لفريق انتراخت في فرانكفورت عشان يخوض تحدي جديد يثبت فيه نفسه بشكل اكبر من تجربته مع فريق فولسبورغ اللي قرر بعد ما حصل ما يجددش عقده ويخوض رحلة تانية تبدأ في الموسم القادم. مرموش اللي بدأ مسيرته مع الاحتراف في ألمانيا هو عنده تقريبا 17 سنة هيبدأ تحدي جديد مع الموسم الجديد بعد تجربتين مع فولسبورغ وشتوتغارد علشان يثبت نفسه بعد ما لفت الأنظار ليه وخلى فرانكفورت يتعاقد معاه بعد هدفه ماركة مارادونا اللي سجله في فريق هيرتا برلين. فريق فرانكفورت هيفرق كتير جدا في مسيرة مرموش لأنه من أعرق أندية الدوري الألماني، عنده جماهيرية كبيرة زي بايرن ميونخ وزي دورتموند، وكمان هيبقى عنده فرصة يظهر مع فريقه الجديد في البطولات الأوروبية سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات، وإن شاء الله يبقى عنده فرصة يحقق بطولة في مسيرته لما يلعب مع فرانكفورت لو فاز بكأس ألمانيا اللي وصل لمباراته النهائية، وبالتالي يقدر يشارك مع فريقه الجديد في افتتاح الموسم الجاي في ماتش السوبر يعني قدام البطل بتاع البوندسليغا. ان شاء الله مسيرة كبيرة يحققها ابن مصر الشاب ويبقى عندنا كده ملك مصري تاني في بلاد الألمان. طيب بمناسبة الملك المصري التاني، الملك المصري الأولاني هنشوفه بعد شوية في مباراة ليفربول في الدوري مع ليستر سيتي. الماتش ده مهم للفريقين، مهم لليفربول اللي عايز يلحق مكان في المراكز الأربعة اللي بتأهل لدوري أبطال أوروبا، خصوصا أنه في المركز الخامس برصيد 62 نقطة، الفرق بينه وبين صاحب المركز الثالث والرابع اللي عندهم نفس عدد النقاط.
4 نقاط بس، لسه فاضل على نهاية الدوري 3 جولات. الماتش برضو مهم جدا لليستر سيتي لأنه في المركز 19 برصيد 30 نقطة بيحاول يهرب من فخ الهبوط للدرجة الثانية. كمان فخر العرب محمد صلاح الملك المصري عنده في الماتش ده مهمة جديدة مع تسجيل الأرقام الشخصية في مسيرته مع ليفربول. صلاح دلوقتي في المركز الرابع في ترتيب الهدافين ب 19 هدف، ولو سجل النهاردة هيبقى للموسم الخامس من أصل 6 مواسم بيسجل فيها 20 هدف على الأقل في الدوري. ماتش مهم أعتقد هنستمتع بيه بعد الساعة 10. معنا على التليفون الزميل الصحفي أحمد عصام رئيس تحرير أو رئيس قسم الكرة العالمية في اليوم السابع. أحمد، بداية تعليقك على انتقال عمر مرموش لفرانكفورت. يعني الحقيقة انتقال وخبر كان مفرح جدا النهاردة، أن عمر مرموش اللي كان واخد قرار قبل كده أنه هو مش هيكون موجود مع فولفسبورج بعد يعني فترة طويلة قضاها بين صفوف الفريق، ما كانش فيه يعني تقارب في وجهات النظر بينه وبين اداره النادي في تجديد العقد، فهو قرر الرحيل واعلن ده بشكل صريح قبل نهايه الموسم، ووجه رساله كده لجماهير النادي وقال لهم ان هو مش هيكون موجود. ان مرموش يكون ضمن اختيارات انتراخت فرانكفورت والمفاوضات تتم بسرعه دي والصفقه تخلص قبل الدخول حتى في فتره الصيف ونهايه الموسم الحالي، ده بيأكد على اهميه لعيب زي عمر مرموش، وان احنا بنفتخر بجد ان احنا عندنا لعيب زي ده صغير لسه في سن 24 سنه بيلعب في المانيا بقى له فتره طويله، لعب في ثلاث انديه لحد دلوقتي فولفسبورج وبعدين راح اعاره لاسطنبولي ولشتوتجارت. الراجل الحقيقه يعني انا النهارده لما شفت ان هو في اينتراخت اللي بيحاول يجري عشان يخطفه قبل ما الموسم يخلص، هو لعيب فري ولعيب مهم وبياخد كمان رقم 7 في الفريق، لا اكيد الناس دي شايفين ان هم قدام استثمار حقيقي قدام مكسب كبير بالنسبه للفريق. لعيب قيمته 6 مليون يورو دلوقتي قيمته السوقيه هم بياخدوه ببلاش يعني من غير ما يدخلوا في مفاوضات مع نادي ويدفعوا فلوس زياده، اعتقد ده بيأكد قد ايه ان عمر لعيب كويس وبيتطور مع الوقت، وحتى المنافسه اللي هتكون عنده في النادي هتكون منافسه صعبه جدا عنده. كولومواني هو مهاجم الفريق واكثر من اسم مميز في خط الهجوم، فعمر مرموش يعني قدامه مهمه تقيله وان شاء الله يكون قدها في الموسم. سريعا جدا يا احمد، فكره انه لاعب يعترض على المشاركه في مباراه علشان التيشيرت بتاعه هيكون فيه علامات تدعم المثليه الجنسيه. يعني دي حاجه يعني مضحكه والله، يعني ناس بتنادي وبتطالب بدعم الحريات وابسط حقوق الحريه ان انت تقول مع حاجه او مش اعبر عن الحاجه اللي انا عاوزها مش مؤمن بيها مش عايز اتكلم فيها. بالظبط، ده النهارده المتحدث باسم الحكومه الفرنسيه بيتكلم على موقف مصطفى محمد وعلى 4 لعيبه تانيين. النهارده كان في 5 لعيبه رفضوا يشاركوا في الحمله دي وبيطالب الانديه بتوقيع عقوبات عليهم وبيطالب يعني موضوع غريب الحقيقه يضحك يعني. بالظبط، اتمنى ما نقفش عنده كتير لان حاجات غريبه بنشوفها. بالظبط، الساعه 10 ماتش مهم، محمد صلاح ماذا يحدث؟ محمد صلاح يعني نقدر نقول ان هو احيا الموسم مره ثانيه بتاع ليفربول، املهم في ان هم يتاهلوا لبطوله اوروبيه قائمه لسه بقوه مع خلاص فاضل 3 ماتشات النهارده وماتشين كمان. مانشستر يونايتد المنافس اللي نقدر نقول مباشر على المركز الاخير اللي بيأهل لدوري الابطال مش بيمر باحسن احواله، اصابات كتير وتراجع في النتائج برضه الى حد ما، فيعني ان شاء الله النهارده قدام ليستر الماتش مش هيكون سهل خالص لان ليستر بيصارع من اجل البقاء، فهيكون شرس جدا النهارده قدام ليفربول، لكن ان شاء الله محمد صلاح والفوقان اللي حاصل له في اخر الموسم خلاص هو مش هيكون هداف الدوري. هو عنده 3 ارقام بيستهدفها الليله محمد صلاح امام ليستر سيتي. هو صلاح طول عمره معودنا على كده، دايما بيطارد الارقام القياسيه، هيكون بيسجل موسم جديد بيسجل فيه اكتر من 20 هدف، ده انجاز اعتقد ان ده اهم حاجه يأكد على استمرارية صلاح. بالظبط، لو صلاح سجل هدف شباك ليستر سيتي ستكون هذه أول مرة يسجل في مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. صلاح سجل هدف واحد في كل من آخر 3 مباريات خاضها ليفربول في الدوري الإنجليزي أمام توتنهام، فولهام، وبرينفورد.
وكان صلاح قد سجل في 3 مباريات متتالية أمام أرسنال وليدز ويونايتد ونوتنغهام فورست قبل أن تتوقف السلسلة بعدم التسجيل أمام ويست هام يونايتد. هو الموسم ده الحقيقه يعني صلاح زي ما بقول لحضرتك ان هو بيفوق في اخر الموسم وبيقوم مع الفرقه مره ثانيه. اعتقد النهارده التسجيل في ليستر من الضحايا المفضلين لصلاح في الدوري. اعتقد الموضوع هيكون مش صعب عليه النهارده. ايوه، لو سجل النهارده امام الثعالب سيصل محمد صلاح ل 20 هدف على الاقل في الدوري الانجليزي للموسم الخامس من 6 مواسم منذ انتقاله الى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الايطالي. نهايه، بكره اياب نصف نهائي دوري الابطال، من يتاهل يا احمد؟ سريع يعني لو سريعا كده، فالانتر اكد ان هو هيكون موجود في النهائي لاول مره من 2010 بعد الحاله الغريبه اللي ظهر عليها ميلان في مباراه الذهاب. وفي الاياب انا لسه عند رايي ان احنا هنشوف مباراه كبيره قوي بين سيتي والريال في الاياب، لكن بيتهيألي بقى خلاص سيتي يتاهل ويكسب طول السنه. اشكرك احمد عصام رئيس قسم الكره العالميه في اليوم السابع. طيب عندنا ايه في مصر جديده بعد الفاصل؟ النهارده عندنا قضيه مهمه ممكن يكون عنوانها متخصص شويه لكنها تمس كل المصريين، تمس كل مصري في البلد دي، هي قضيه الوعي، الثقافه، الهويه. يعني ايه هويه؟ هو احنا مين؟ يعني ايه جذورنا؟ صفاتنا ايه؟ جذورنا دي خلتنا عاملين ازاي؟ وبعدين احنا كشعب جذور ممتدة لآخر مدى ممكن أي حد يتخيله. الحضارة المصرية القديمة وما تلاها من حضارات شكلت شخصية معينة للإنسان المصري، شخصية متفردة، جزء مهم جدا من ثقافتنا أننا نعرف جذورنا، مش بس نعمل ده وأن احنا بندرس تاريخ نقرا كده كلمتين عن تاريخنا وخلاص، لأ لازم تبقى هويتنا دي جوانا احنا متشربينها، مش بس جزء من تاريخنا، دي خلطة، خلطة فيها تاريخ على دين، على علم اجتماع، على اقتصاد، على علوم عسكرية. حركة الإنسان على الأرض دي اللي حدودها ما اتغيرتش تقريبا من أيام ما اتبدعت دولة اسمها مصر. الهوية دي تظهر بقى في شكلنا، في عاداتنا، في أفلامنا، في مسلسلاتنا، في تعاملاتنا مع بعضنا البعض. فتلاقي ناس تقولك المصريين دول شعب دمه خفيف، المصري ده جدع، المصري ده كريم ومضياف. دي هوية، دي ما جاتش من فراغ. احنا النهاردة عايزين نتعرف اكتر على هويتنا كمصريين وازاي نحافظ عليها وازاي ما يحصل لهاش مسخ. وليه كل فترة بنلاقي في محاولات لطمس الهوية المصرية؟ هل في فعلا حرب على ثقافة المصريين؟ ويعني ايه الافرو سنتريك؟ وليه شبكة زي نتفليكس مثلا عملت مسلسل طلعت فيه كليوباترا سمراء مش قمحية زي المصريين؟ وايه المشكلة في كده؟ ليه؟ ليه الموضوع ده كبر وإيه تأثيره علينا؟ عن الهوية المصرية والثقافة الشعبية هتكون فقرتنا النهاردة في مصر جديدة بعد الفاصل مع الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة المصري الأسبق. نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا، ما فيه إلا سيد من سيد حاز المكارم والتقى والجودة. في منطقة الحلمية واللي كانت معروفة بمنطقة القصور، واقف قصر السيد رافع محمد رافع من بدايات القرن ال19، صامد قصاد التغيرات الكبيرة اللي حصلت في جغرافية المكان والتركيبة السكانية للحي الهادي. القصر أو بيت الفقراء هو المكان اللي فضل لسنوات بيجمع العيلة كل يوم جمعة على المحبة ومبادئ الإسلام السامحة، والجيل الثاني والثالث فضلوا مرتبطين ببعض ومرتبطين بتاريخهم وأصولهم والإرث اللي تركوا ليهم الجد والجدة على مر السنوات. أنا ممكن أبدأ بنبذة بسيطة عن الوالد. هو ولد عام 1903 وانتقل عام 1970 وتزوج من والدتي في 1938. البيت ده بالنسبة لنا ما كانش جدران أو قصر، لكن كان بيت مشبع بالحب وبالقيمة وبالوعي. كنا يعني في أي اجتماع مع الوالد يحدثنا في مواضيع
مهمة، يعني كان ممكن يطرح موضوعات عميقة. احنا عشنا حياة ثقافية يومية، يعني ما فيش حاجة اسمها تشجيع على القراءة حتى. ليه؟ لأن احنا كنا بنتكلم لغة عربية بسيطة وكانت دي لغتنا العادية. معنى الحياة والرقي الإنساني كان ضلة السيد رافع واللي وجدوا في تراث التصوف الإسلامي، وأسس في الخمسينيات الجمعية الصوفية اللي عيلته كملت من بعد مسيرتها. بيت الفقراء معناه الافتقار المستمر إلى الله، هذا هو جوهر الحياة. السيدة حزامي هانم رفاعة حفيدة الشيخ رفاعة الطهطاوي هي أم الأولاد وجدة الأحفاد اللي كان ليها دور كبير في استمرار ترابط العيلة لحد دلوقتي. هي في الأصل ثقافتها فرنسية، لما اتجوزت أبويا صممت إنها توصل لعقله. إحنا زي ما قلت تعلمنا وتربينا على أن نكون يد واحدة وأن يستمر اجتماعنا باستمرار. الأحفاد نفسهم اعتادوا إن هم يبقوا البيت ده المتنفس ليهم، يلعبوا زي ما هم عايزين. حالياً بقى وبعد غياب أمي يظل بيت الحلمية ده هو البيت اللي بيجمع جميع الأجيال. أنا واحدة من 25 حفيدة وحفيد مباشر. الكتاب ده هو اسمه كتاب الثغر الباسم في مناقب سيدي أبي القاسم. هو كتاب كان موجود في البيت من زمان. بابايا بعد ما ادهوني أنا أكني لقيت كنز، أكني حسيت أن أنا يعني ما قدرتش أسيبه من ساعة ما مسكته، لأنه لقيته بيحكي القصة بتاعت كل أصولي من ناحية مامتي ومن ناحية بابايا ومن ناحية جدي وجدتي. فأنا دايماً بقرأ الفاتحة لجدودي المنتقلين، بس بقراها بشكل عام، لكن من ساعة ما بقيت عارفة اسمهم بقيت بقرأ لهم كمان الفاتحة أو بدعي لهم بالاسم. الأحفاد كان عندهم شغف كبير بأصول العيلة والحفاظ على الميراث ده، لأن ميراث العيلة مش جدران ولا مقتنيات، لكنه مكان وزمان وحياة ووثيقة تاريخية لا تزال تنبض بالحياة. أهلا بحضراتكم. الهوية والثقافة والوعي، أنا متهيألي كده في وزارة الثقافة لازم يبقى فيها قطاع اسمه قطاع الهوية، من كتر ما هو الموضوع مهم. مش بس موضوع مهم النهاردة، ده مهم أكتر لبكرة، علشان ولادنا دول لازم تربطهم بينا نفس الروابط اللي ربطتنا بجدودنا وبأهالينا وبجدود جدود جدود جدودنا. النهاردة ضيفي رجل مهتم ومتخصص ومحارب في ملف الهوية، مش مجرد دارس ولا مجرد راجل أكاديمي مرموق، لا ده كمان كان مسؤول كبير. هو أصلا أستاذ تاريخ في جامعة الأزهر، تولى منصب وزير الثقافة في حكومة الدكتور إبراهيم محلب سنة 2015، وقبلها كان بيشغل منصب مدير الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ورئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية في 2010. كان ضيفي الليلة من الناس اللي حاربت تسلط الإخوان المسلمين في سنة حكمهم، وكان هدفهم السيطرة على ذاكرة مصر فيما عرف باسم مذبحة دار الكتب والوثائق القومية. ضيفي النهاردة رجل متخصص في قضية الهوية والوعي والثقافة وحفظ التراث وحماية التاريخ، هو الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الأسبق. يا مساء الفل، اهلا بحضرتك ومنورنا، وهذا لقاء تاخر كثيرا. اهلا وسهلا بيك، مساء الجمال، ومساء الجمال على اي تي سي هذه القناه الرائعه الممتازه، وعلى حضرتك انجي هانم والمثقفه الواعيه القادره والفاهمه لابعاد المجتمع المصري وما يحاوره وما يتناوله كثير من المغردين ومن يهددوا الهويه المصريه. سجلوا ده يا جماعه، دي شهاده كبيره تسبيحه، سجلوها حطوها لي في البرومو. انت عالم، انت عالم. طيب خلينا نبدا من البدايه، هو يعني ايه هويه؟ يعني ايه مفهوم الهويه بالنسبه لشعب معين؟
الهوية هو المقصود بها هو مجموعة الصفات ومجموعة ما يمكن نطلق عليها حدود والأبعاد لشخصية من الشخصيات التي كونتها طوال فترة تاريخية طويلة أو قصيرة كانت. لكن بالنسبة للمجتمع المصري هي الشخصية المصرية التي تكونت عبر عصور وعبر حوادث كبيرة مر بها المجتمع المصري ومر بها الشعب المصري في تاريخ الطويل، منذ لو قلنا أقرب شيء اللي هو الوحدة المصرية على يد مينا في 3200 قبل الميلاد أو ما قبل ذلك من العصر الحجر القديم، يعني حوالي 8000 قبل الميلاد أو 9000 في بعض الأحيان. فكل أحوال هي الهوية هي الصفات التي تجمع شعب من الشعوب تكونت نتيجة الحوادث التي مر بها. جميل، إيه بقى الهوية المصرية؟ الهوية لماذا تمتاز الهوية المصرية؟ يعني إيه الهوية المصرية؟ الهوية المصرية هي الشخصية المصرية التي تكونت نتيجة هذه الحوادث، وهي تكونت بفعل شيئين اثنين، النهر والبحر. بالنسبة لنا نهر النيل هو الشعب الوحيد في العالم الذي يمكن أن تتحدث أنه لم ينتقل من أرضه، لم يتزحزع عنها شبرا، لم تتغير صفاته. وحتى احنا في مشروع الرئيس بيشرف عليها حاجة اسمها الجنوم البشري، يمكن الشعب الوحيد اللي يمكن أن لم تجد فيه أخلاط يعني غير آخرين أكثر من 2-3% فقط من الشعب المصري. يعني الجنوب الأمريكي تعامل والجنوب الإنجليزي تعامل، كلهم بيتكلموا 15 و20 و25 في يعني في الشخصية متغيرة فيه. أمال الجنوب المصري لسه هو مشروع شغال بدهم 5 سنين عشان ينجزوا. لكن بيتكلم على أنك أنت حاليا الدراسات الأولية بتتكلم على أن ممكن من 2-3 أو 4% أقصاها شعوب اختلطت بالشعب المصري وذابت فيه. طب نقول للناس يعني إيه جنوم؟ جنوم هو يعني عارفة اللي هو DNA. الدي ان ايه اللي هو الدي ان الشخصية، الصفات الوراثية التي تتناقل من فرد الى فرد منذ اقدم العصور حتى وقتنا الحالي وحتى ما بعد ذلك. يعني عبارة عن الصفات الوراثية اللي هي الدي ان المصري اللي هي يعني ايه يعني في كروموزوم واحد، يعني حاجة علمية اللي هي عبارة عن الدي ان اللي بينتقل من جيل لجيل، يعني الصفات الوراثية التي تأتي من أقدم إنسان مصري في التاريخ حتى يعني لسه إلى إن شاء الله كام الساعة. الدي إن إيه المصري ماذا يحمل؟ يحمل كثير، يحمل علم، يحمل فكر، يحمل فلك، يحمل ثقافة، يحمل اقتصاد، يحمل انتصارات عسكرية، يحمل شخصية مصرية متنوعة، يحمل أفكارا فلسفية، يحمل مبادئ وأخلاق. شعب لديه مبادئ وأخلاق، لديه حضارة عريقة، لديه فلسفة في الحياة، شعب مسالم طوال حياته، لم يكن معتدا في يوم من الايام، لم يكن يمكن ان نطلق عليه ان هو يعني ايه شعب همجي او شعب متنطع او شعب طول عمرنا متحضرين جدا حتى في تعاملنا مع الجميع ومش مش متنطعين، بنؤمن بقيمه العمل. ده 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 اساسي. وعاوز اقول لك حاجه وفي نقطه، عمره ما اخذ حقه حتى كمان بنوع من الاعتداء دائما، يعني ويجنح كثيرا للسلم، يعني هو مش نفسه هجومي. احنا مش هجومي نهائي، شعب بس بندفع عن نفسنا. لكن اذا اعتدى فليحتمل ما بالظبط. احنا ما بنهاجمش بس هتدوس لنا على طرف هندوس على كل الاطراف. حقنا لا احد يعتدي عليه. حقنا، وإذا اعتدى عليه فليتحمل ما يتحمل. وحتى لو مرت السنون الهكسوس قعدوا في مصر قعد ما قعدوا، لكن في النهاية خرجوا. الفرس جم مصر وقعدوا لكن خرجوا. الرومان جم وخرجوا، اليونانيين جم وخرجوا، الفرنسيين جم وخرجوا. لا وأحلى حاجة الفرنسيين جم وإحنا ما تعلمناش كلمة فرنساوي، علمناهم العربي. لا وهقول لك حاجة تانية، وعندهم شغف بمصر. يعني لما تتكلمي على يعني جيمس بريستيد عمل كتاب اسمه فجر الضمير عن مصر، ده لما اتكلم بيقول لك مصر دي اللي صنعت الحضاره، دي اللي عرفت الضمير، وما زالوا مفتونين بحاجه اسمها هم اللي عملوا علم المصريات. الفرنسيين لما جم وافتتنوا بمصر عملوا علم اسمه علم المصريات، الايجيبتولوجي ده في الاساس كده. يعني لما الفرنساويين احتلوا دول عربيه اخرى، الدول العربيه دي بقى 3/4 كلامها فرنساوي حتى هذه اللحظه بالضبط. لكن احنا علمناهم العربي بالضبط وما غيرناش الهويه بتاعتنا فعلا خالص. لا ده اللي قاعد منهم اكثر منهم الانجليز. لم نجد في واحد مصري لسانه يعني تغير او اتلوح زي ما بيقولوا يعني. لكن هو لا، هم الانجليز ما زالوا يتاثروا حتى بالافكار والمبادئ المصريه الموجوده فيه. طيب فكره الوعي بقى، ان انا ابقى عندي وعي بهويتي، ايه اهميه ان انا كانسان مصري يبقى عندي وعي بانا مين؟
لانك انت الوعي اللي مقصود به انك انت واعي بتجربه الشعب المصري طوال تاريخه في تعامله مع مشكلاته، في تعامله مع اعدائه، في تعامله مع اصدقائه، في تعامله مع جيرانه، في كيفيه بناء حضارته، في كيفيه بناء ما يمكن نطلق عليه يعني نقلاته وقفزاته التي يجب ان يقوم بها. انت لا يجب انك يجب تدرك انك انت مجموعه المبادئ والقيم التي تربى عليها المصري القديم المفروض انها بتتناقل، والمصري اللي في العصور الوسطى اضاف اليها ثم بعد ذلك اضاف اليها ثم بعد ذلك طورها الى ان نصل لهذا الامر. هنا المفروض ان احنا دايما نوصل ده ونسلمه، هي عباره عن رساله يجب جيل بيسلمها لجيل. لا تعتدي، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، ده المبادئ المصريه القديمه اللي موجوده على المعابد، شفناها على جدران المعابد، بتتسلم للجيل اللي بعده. يعني في العصر الفرعوني ثم بعد ذلك العصر المسيحي ثم بعد ذلك العصر الإسلامي ثم بعد ذلك في العصور الحديثة والعصور المعاصرة اللي احنا فيها، كل فترة جيل من الأجيال المصرية بتسلم. بتسلم ايه؟ يا مجموعة قدم ومبادئ، يا مجموعة مشاريع، يا مجموعة قوانين ودسر، يا مجموعة مؤسسات. انت لما تتكلمي عن أقدم دولة في المنطقة عندها برلمان كان مصر. الخديوي إسماعيل عمل مجلس الشورى النواب في سنة 1863، ما كانش 1800. هاتي العالم، خريطة العالم وشوف مين اللي حواليك موجودة من الدول 1863. مفيش دول، مفيش دولة. حط ايدك في الشرق او في الغرب او في الشمال او في الجنوب، دولة كان عندها دستور في 1863، كان عندها برلمان بيحاكم الخديوي. مرة قالوا له عاوز يفرض ضرائب، قالوا له طب وافرض انت بقى ما رجعت لناش الكلام ده هنعمل ايه؟ وقف وألغى الضرائب، كان اسمها ضرائب المقابلة. يعني بيقول لك لو دفعت 10 سنين ضرائب هنشيل عنك جزء من الضريبه. فقال له طب انت لو انت رجعت في كلامك فلغوا بعد كده الضريبه. يعني كان في محاكمه. اللي انا عاوزه ده بنتكلم على ده، انت بتتكلم اول دوله في المنطقه عملت مدرسه التعليم البدني، مدرسه سنيه في عهد الخديوي اسماعيل. اول دوله بعتت احنا بص حضرتك لما تتكلمي حتى التجربه لبناء الدوله المصريه، انا بتكلم حتى العصور الحديثه، في عهد محمد علي انت دوله كان عندك بص دولة استطاعت محمد علي والخديوي اسماعيل، احنا وصلنا لحد بحيرة فيكتوريا. بحيرة فيكتوريا دي كان اسمها بحيرة ابراهيم باشا. الانجليز لما جم احتلوا هم اللي غيروا الاسم وسموها على اسم ملكتهم فيكتوريا. يعني ده على سبيل المثال اللي هي في اوغندا، يعني كانت حدودك لحد هذه المنطقة. لما تتكلمي ان محمد علي وصل لكوتاهيا وبعد كوتاهيا ووصل لوقعة نصيبين، وكان بينه وبين الاسيتانا اللي هي القسطنطينية اللي هي اسطنبول دلوقتي، ده كان بينه وبينها مسافة 6 ساعات بالجيش بتاعه. يعني انت دولة يعني كانت بالبلد كده فردة لوحة، وكانت دولة قوية. ده انت بتدي النموذج ده، بتقول خلي بالك المصريين، وذلك دايما اعدائك بصل ده، اذا مصر قوية فاحذر منها. عشان كده بيبقى في حرب على الوعي. بالضبط بالضبط. وذلك ايه اسلحة الحرب على الوعي، ومين اللي بيعمل علينا حرب على الوعي، وهدفهم ايه؟ ان احنا ما نبقاش واعيين باهميتنا وواعيين بتاريخنا وواعيين بالهوية بتاعتنا المصرية. كل من لا يريد لك ان تقوم لك قائمة، كل من لا يريد ان تكون لك اقتصاد قوي، كل من لا يريد ان يكون شعبك متماسك، كل من لا يريد ان تكون متقدمة في التعليم في الصحة في كده، كل من يريد ان يكبلك بالديون، وكل من يريد ان يكبلك بانك انت لا تتحركي سريعا في منطقتك. ذلك انا يعني كانت احد الاقوال هو مصر لا يجب ان تموت ولا يجب ان تقوى، ولكن يجب ان تركع. لا مصر لا يجب ان تموت ولا يجب ان ترك ولا يجب ان تقوى ولكن يجب ان تركع. ده احد السياسه البريطانيين قال هذا الكلام. ماشي، يعني القوى الغربيه في ده تشرشل يعني وجمع بعضه. فالفكره انك انت هو مطلوب، لان مصر لما بتكون قويه مصر كل انت بتتكلمي في حاجه اسمها نظريه في السياسه، حاجه اسمها الحليف الاقليمي والحليف الدولي. الحليف الاقليمي لما بتتكلمي في الدوله المنطقه اللي احنا موجودين فيها، الثلاث دول المؤهله لان تكون حليف اقليمي، يعني كل دول المنطقه يجب ان تتحالف معاها ثلاث دول. انا بتكلم عن المنطقه اللي احنا فيها، مصر وايران وتركيا. ده الدول القويه التي ليه؟ هو المقصود بالقوه ايه؟ مش مجرد ان يكون المال فقط ماشي ولا الاقتصاد فقط، لازم تكون الاقتصاد ويكون الجيش والقوى البشريه والتعليم والفكر والثقافه. انت في مكونات للقوه لا يجب ان يكون لها جانب واحد فقط، ان قد تكون قويا بالمال ولكن ليس لديك القوى البشريه التي تحقق لك انتصاراتك، تحقق لك مشاريعك. انت تلت العالم العربي بشريا. احنا التلت، احنا
عدد المدارس الموجودة في الدولة المصرية قد المدارس الموجودة في العالم العربي كله. عدد المستشفيات الموجودة في الدولة المصرية قد الموجودة في العالم العربي كله. عدد الطرق أطوال الطرق الموجودة في الدولة المصرية قد الموجودة في أنت بتتكلمي عن دولة مركزية. فنظرية الحليف الإقليمي والحليف الدولي بيقول لك إذا كنت موجود في منطقة لابد أن يكون لك حليف إقليمي وحليف دولي. الحليف الإقليمي هو الذي ينجدك، ينجدك في السياسة، ينجدك في الاقتصاد، ينجدك في الناحية العسكرية والحروب، ينجدك في الأزمات. عندك أزمة في الدواء، عندك أزمة في الصحة، عندك أزمة في التعليم، إلى أن تستعين بقى بالحليف الدولي. الحليف الدولي المقصود بقى القوى الكبرى زي الولايات المتحدة الأمريكية، زي الصين، زي الاتحاد السوفيتي، هكذا. فبالتالي أنت دولة مركزية، دولة ودولة لها جزر، دولة ليست هشة وليست جزرها على ظهر الأرض، ده دولة جزرها تمتد إلى مئات الأمتار في أسفل الأرض، ليس سهل اقتلاعها. ولا تتخيلي إذا كانت هناك بعض الرياح وبعض الشائعات وبعض الأنواع كلها يعني عاملة زي شوية هوا بيجوا في شهر الربيع أو شهر الخريف بيخلوا الأغصان تتحرك فقط، لكن هناك ثبات. وده بيورث يعني بيتورث في القيادات المصرية، قيادة وراء قيادة، قيادة وراء تدرك ذلك. شبكة عالمية عملت مسلسل وطلعت فيه كليوباترا سمراء مش لونها قمحي زي ما هو معروف، ويعني ما بنقولش جديد، ده اللي معروف عبر التاريخ. اتقال دي قضية هوية وانه الناس دي عايزة تلعب في الهوية المصرية وتعمل تاريخ مزيف. عايزين نشرح للناس ليه دي قضية هوية، لما تطلع كليوباترا سمراء مش قمحية ليه دي فيها مشكلة؟ طيب انا بالمناسبة دي ليست ازمتنا، اقول لك ازاي دي ازمة امريكا. اقول لك لما حصل حرب الاهلية الامريكية خلاص، وحصل صراع ما بين الولايات الجنوب والولايات الشمال، الولايات الشمال والولايات الكونفدرالية في الجنوب وولايات الاتحاد الموجودة في الشمال. الاتحاد كان ابراهيم لينكولن هو اتحادها، والجنوب عشان عندهم مزارع القطن بيشغلوا فيها العبيد هذا الامر. في الحرب وحصل ان هم عشان ابراهيم لينكولن يخلي يضعف قوه الولايات الجنوبيه فكان عندهم عبيد اكتر، قال كل عبد يفر من الولايات الكونفدراليه ويلجا الينا فهو حر. ماشي. كل الولايات الجنوب كان فيها 3 مليون عبد رقيق من الافارقه. ماشي. ال 3 مليون دول بدا يفر منهم لدرجه ان يتجند داخل جيش الاتحاد عندهم 300,000 عبد واتحررهم واصبحوا جزء من جيش الاتحاد. لحد ما انتصرت ولايه الشمال وابراهيم لينكولن كافئهم وطلع وثيقه تحرير العبيد. يعني ايه؟ يعني احنا حرين. طيب تعال بقى ندور على حقوقنا. فضلت التفرقه العنصريه اولا، مش كل ايه تلاقي حمامات للبيض وحمامات للسود. في الحفلات في البيض يدخلوها، السود ما يدخلوهاش. المدارس الفصول البيض لوحدهم وفصول السود لوحدهم. المسرح، السينما، فضلوا حتى في الوظائف، وظائف يقبل فيها البيض ولا يقبل فيها السود. هذه العقدة الموجودة فضلت مستمرة لحد أوائل القرن العشرين. فالناس اللي تثقفوا وتعلموا من هم الأفارقة الأمريكان بدأوا ينظرهم ليه إحنا ما بناخدش حقنا ليه؟ لقوا في حاجة ظهرت في أمريكا، حاجة اسمها اليورو سينتريك، المركزية الأوروبية. دي نظرية بتقول أن الأوروبيين هم صانع الحضارة، هم أصبح أصحاب القيم والمبادئ والأسس والمؤسسات والدساتير، وهم اللي عملوا الحضارة. أمال إيه بقى الأفرو سنتريك؟ بالضبط، جاءت ردا على اليورو سنتريك. قالوا لا، أنتوا بتقولوا إزاي ده؟ إذا كنتوا بتكلموا كده ده إحنا أصحاب حضارة. فين حضارتكم يا جماعة فرق أنتوا بتقولوا كده؟ قال لا، مصر حضارة، إحنا إيه، مصر حضارة أفريقية، مصر أفريقية ولكنها حضارة زنجية. وقال فيها كان أهم المناظرين، يعني الأفرو سنتريك بيعملوا ادعاءات على الحضارة المصرية وعاوزين يرجعوا الإنجازات اللي عملتها الحضارة المصرية ليهم. ده مش كده بس، ده قالوا حضارة، بيسطوا على حضارتهم. بالضبط، ده قالوا حضارة السنغال وحضارة المغرب. مش كل حضارات، قالوا حضارات شمال أفريقيا دي، حتى حضارات تونس قالوا نفس الوضع بهذا الحكاية. وبدأ يأيدهم في ذلك الوقت. ليه؟ هي كان هدفها من الدرجة الأولى، هم ما كانوش بي يعني إيه، إذا كنت بتقول أنت بتاع حضارة أنا بتاع حضارة. ده لدرجة أن هم شيخ أنت توبو أسانتي، فيليك أسانتي، قال لهم إيه؟ قال لهم ده
الأفريقيا هي مهد الفلسفة. والفلسفة دي بالنسبة للأوروبيين حاجة خطيرة طبعا. قالوا إزاي؟ قالوا ده أرسطو اتعلم في مكتبة الإسكندرية وتعلم في الإسكندرية من الفلاسفة المصريين اللي موجودين في الإسكندرية اللي هم الأفارقة. ما بيقولوش بقى المصريين، بيقولوا إيه الأفارقة في مصر، يعني هم بينسبوا حاجتنا ليه. ما هو عشان إيه؟ هو بيحاول إن هو يقوله إذا كنت أنت مفكر وفيلسوف فأنا مفكر وفيلسوف. إذا كنت أنت بني حضارة أنا بحضارة، إذا كنت تفهم في الفلك أنا أفهم في الفلك، إذا تفهم في الطب أنا أفهم في الطب، عندي الأدلة. لكن مفيش اللوب ده. اعتمدوا على ايه في الكلام ده؟ اول اللي اشتغل بالموضوع ده الناس بتاع الكلاسيك وبتوع علم الاجتماع وبتوع التاريخ وبتوع الاثار، وعملوا مدرسه، عملوا مجموعه من الكتب حوالي 25 كتاب، وعملوا مجموعه من الدوائر والمؤتمرات، وفوجئنا ان هم بدا يكون لهم اتباع. كل الاتباع بتاعهم مفيش حد ايده من البيض، دايما هم لكن كان السوق الافارقه الامريكان بدا يحصل فيه ايه؟ اللي فيهم اشتغل في الاقتصاد، اللي اشتغل في الفن. انت شايفه يعني انا كنت بسمع مره وليسميث كان بيقول احنا كنا في البدايه لما نيجي نشتغل كنا بنواجه مشاكل في ان هم التفرقه ما بين السود وغيرهم في الافلام الامريكيه، يعني في هوليود كفتره من فترات يعني ما كانش ايه متاح الامر للافارقه الامريكان ان هم يشتغلوا زي الممثلين البيض في امريكا، يعني كتير كانوا بيعانوا. فجينا اول سبيس واحد من ايديهم، وجينا في كتير وبداوا فكره ان هم يعملوا مؤتمرات. ده مش كده بس، في تونس عملوا مشكله وقصه طلع قال لا لا نسمح للافارقه مش عارف كذا، وحصلت ازمه في هذا الموضوع. نفس الحكايه في المغرب، يعني الموضوع كما كانش مستهدف مصر بدرجة كبيرة، لكن هي محاولة استخدام الحضارة المصرية كحضارة أفريقية لإيه؟ لإثبات أن الأفارقة الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية هم أصحاب حضارة على قدم المساواة مع الأوروبيين. تمام. إحنا بقى كمصريين علشان محدش يدعي علينا ومحدش يسطو على هويتنا وثقافتنا، إزاي ممكن نحط كتالوج للمصريين في مميزات الشخصية المصرية، ونقول إزاي الشخصية المصرية بتختلف عن باقي الخلق، وإزاي الشخصية المصرية عملت حضارة معينة، والحضارة دي كانت عاملة إزاي وإيه مقاومتها؟ بصي، إحنا عندنا في وزارة اسمها وزارة الهوية المصرية. أنا أتصور إن هما كان يجب في الأيام الماضية دي يجلسوا مع بعض ونخرج بأول، وممكن نقول إحنا ملامح خطة ليهم، يعني وزارة الثقافة، التربية والتعليم، التعليم العالي، الأوقاف، الازهر، الكنيسه، الشباب والرياضه، دول كلهم يعملوا مجلس الهويه المصريه. ده يجب كده، يجب انها ويجب يكون في مشروع اسمه الهويه المصريه عبر العصور. ده مهم جدا. يعني يجب مشروع الهويه المصريه عبر العصور. احنا داعمين جدا ليه وندعو ليه بشده، وده عشان هم يتحركوا من خلاله ان احنا هذه الهويه. يعني لو انا موجود اقول كده، عاوز اقول لك حاجه. بصي، عارفه احنا عندنا في حاجه اسمها المركز القومي للطفل، يجب ان احنا نبدا يشتغل. وكان مهمه المركز ده اصدار اعمال ثقافيه متنوعه تحافظ على هويه الطفل المصري في بالمامه بالمجتمع المصري واسسه. يعني انا شفت بيعملوا قصص وبيعملوا روايات وبيعملوا مسرحيات وبيعملوا نشاط، عارفه نشاط الرسم ده نفسه تعمله تسخره، التربيه والتعليم عندها مسرح. يعني مش بس قراءه التاريخ، لا، هي نواه حفاظنا على الهويه، لان في ناس بتقول كده نقرا التاريخ. لا 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 لا، انا لازم اقرا. بص، لو اقول له امسك كتاب واقرا والنبي ما حد هيقرا حاجه. بالظبط. احنا يجب ان احنا من الدرجه الاولى السينما يجب عندنا الناس بتهرب من المذاكره ومن القراءه. بالظبط. عندنا مركز القومي للسينما يستطيع انه يعمل ذلك، عندنا المسرح القومي، عندنا قطاع اسمه قطاع الانتاج الثقافي وزاره الثقافه، في عنده المسرح القومي حاجه اسمها البيت الفني للمسرح، عنده مجموعه من المسارح حوالي 17 18 مسرح يقدر يشتغل، عندنا قطاع الفنون الشعبيه، عندنا لا بصي ده قطاع الانتاج الثقافي، عندنا قطاع الفنون التشكيليه، ما تعمل مسابقه للاطفال عن الهويه المصريه في مراحل عمريه متعدده. نعمل ايه مع اطفالنا لو اطفالنا بيهربوا من قراءه التاريخ ومن دراسه التاريخ؟ ازاي نحبب الولاد في التاريخ ودراسه التاريخ عشان هم يبقوا مقبلين عليه ويعرفوا تاريخنا ويعرفوا الهويه بتاعتنا؟ بصي، زمان اشتغلنا، انا اشتغلت الكلام ده من فتره وانا بدرس في الجامعه، حاجه اسمها مسرحه المناهج. يعني فكره المنهج ده هي مسرحه الهويه المصريه بقى، يعني في تتعمل في شكل مسرحيه. ايه مشكله التاريخ بتاع المدارس؟ مشكله التاريخ بتاع المدارس ان هو جاف، بيقدم بطريقه جافه تجعلك تتنفر منها، بيقدم لك الاشخاص. بصي، حتى في بره في الخارج انت ما تدهوش الموضوع ده، ادهوله في شكل رسمه، ارسم دي، هتلاقي عندك مينا، هتلاقي عندك مش عارف مع بدلوكسر، هيلونها، هيعملها، هتلزق في دماغه، هيعرف في هذا الامر. يعني بصيغه اخرى، ازاي ندعم الهويه عند ولادنا وهما بيكرهوا التاريخ او دراسه التاريخ بتاع المدارس؟ لو احنا خدناها على انها هيبقى مناهج في المدارس او مناهج في الجامعات،
يبقى احنا هنحقق من 10 15% من المستهدف. هما بيهربوا من دراسه بالضبط. التاريخ انا احنا ما نعتمدش على كده. بالضبط. انا رايي الشخصي ان انت من ضمن حصص المناهج ده مره في الاسبوع يروحوا المسرح القومي، يروحوا مش عارف مسرح السامر، يروحوا كذا، يروحوا المركز القومي للسينما ومسرحة المناهج. بالضبط. ما انا بتكلم كده. يروحوا القلعه، انت عندك حاجه عن محمد علي، خدوا القلعه، يشوف مسجد محمد علي ويشوف الاماكن الموجوده اللي فيها صلاه في الاحداث. هنا الفكره انك انت لازم تعمل بهذا الشكل. بس انا تصور شخصي لازم الوزارات تقعد مع بعضها ولازم تنفذ نشاط. وبعدين في الاخطر، احنا جاي الصيف، ولادنا دولت هنسلمهم لمين؟ احنا في 2015 عملنا حاجه تحت رعايه الرئيس، حاجه اسمها صيف ولادنا، ماشي؟ كنا عاملين لهم نشاط كبير وضخم، منهم مسابقات فنيه، منهم مسارح، بعتنا احمد بدير، بعتنا سامح حسين في مسرحيات، راحوا لهم وقعدوا معاهم وعملوا شغل نشاط. راحوا مين؟ اسوان والاقصر واسكندريه والبحر الاحمر والساحل. لا يعني عملنا حاجه اسمها مشروع مبادره المليون كتاب، وزعنا مليون كتاب على الاطفال وعلى البيوت، ان هو كهدايا بدون مقابل. يعني فكره ان هم الناس لازم تقعد هي تضع خطه، ايه ملامح مشروع هويه مصر عبر العصور ده؟ احنا عايزين ازاي الهويه تظهر بكل ملامحها؟ لا يستبعد اي فتره من الفترات، ولا يجب ان نغفل اي شخص من الاشخاص. تمشي الامور بشكل كويس ويبدا واحد هيجي يقول له النبي كرباطه، يقول له روح العب بيد يا كذا. ده واللي عجبني ان المصريين على السوشيال ميديا استخدموا الصور لعابد المصريه بشكل خطير. قال اذا كنت تقصد انها حضاره زنجيه، طب تعالى ده انا احنا كنا بنجيبهم بالشكل الفلاني. أنا فرحت جدا بردود المصريين، لأن عرفت إن في ناس فعلا عارفة قيمة وعينا بهويتنا. وكان في شباب كويس بالمناسبة في الموضوع، يعني أنا شفت كمية شباب كانوا راعين في تصدوا للموضوع. طيب، لما حضرتك كنت مدير لدار الوثائق والكتب المصرية في 2013، حصل محاولة من الإخوان إنهم يستحوذوا على ذاكرة مصر، ايه اللي حصل وكان هدفهم ايه؟ بص حضرتك، احنا كانت من اصعب الفترات اللي مرت مصر. ليه؟ انا اعتبرتها عامل ريبه. ليه؟ احنا فوجئنا بعدد كبير من المصريين خدع في الاخوان، وفي كتير حتى من السياسيين طلعوا قالوا احنا خدعنا، يعني في سياسيين طلعوا وقالوا ان احنا خدعنا. في كتير بقى، تخيلي الطبقه الوسطى وطبقه الموظفين حتى الاقل خدعت في هؤلاء الاشخاص لدرجه ان النفس ارتمت في احضانهم، وفي ناس وعدوهم بمناصب، وفوجئنا بدات بعض المؤسسات الدوله تتسلم شيئا فشيئا. اخطر حاجه انا كنت دايما بقولها، وزاره الثقافه ممكن تتهد كلها ونرجع نبنيها تاني، لكن في مكان واحد لو اتهد او لو اصابه التدمير او لو اصابه اي شيء لا قدر الله، صعب انك انت ترجعي، اللي هي دار الوثائق القوميه. دار الوثائق القومية، انت عندك وثائق من اول العصر الفاطمي، عندك اكتر من 110 مليون وثيقة هي اللي حافظة هوية مصر. يعني اقول لك على سبيل المثال، احنا بنعتبر دار الوثائق القومية عاملة زي البطاقة الشخصية للمواطن المصري، مكتوب فيها اسمه وظيفته وتاريخ ميلاده واذا كان متزوج وباقي البيانات اللي هي مصفرة. ماشي، دار الوثائق المصرية القومية، اذا كنت بتقولي انا اقدم دولة عمل برلمان، ادي القرار. إذا أول دولة علمت البنات، أدي القرار. إذا أول دولة كان عندها جيش بيدي أجازات للمسيحيين في أعيادهم والمسلمين في أعيادهم، أدي القرار. بالضبط، ده كان في مصر. بالضبط. هم حاولوا ليه يسطوا على ذاكرة مصر؟ كانوا عاوزين يستحوذوا على ذاكرة مصر ليه؟ عاوز أقول لك حاجة، هو بالنسبة لهم كانوا أولا كل الأنظمة اللي كانت موجودة كان في حالة من العداء، وكان من ضمنها إن كان في حتى وثائق خاصة بيهم. فكانت الوصول لهذه الامور، يعني ما انت خلاص انت امتلكت هذه الدار، وبالتالي انت يعني بالبلد كده هتفلترها بالنسبه لهم، يعني تشوف تطلع من الهويه المصريه اللي عجبك، اللي يتوافق مع الادعاءات اللي انت عاوز تطلعها. بالضبط. طب كانت نتيجه الصراع معاهم في الوقت ده ايه اللي حصل؟ ده الحمد لله ربنا ما كملش. يعني ليه بقى؟ اللي جه مسكها اللي جه، احنا طبعا عملنا شويه، يعني اولا محطوط نظام في دار الوثائق القوميه مش سهل جدا اختراقه. يعني النظام الامني اللي معمول وتامين الدار من حيث الانذار والاطفاء والكاميرات والمراقبه وعمليه تداول الوثائق والمسؤولين عنها، مش انا كنت رئيس الوثائق ما اقدرش اقولها طول اشوف الوثيقه دي. اشوفها بامضى وفي موظف يجي وياخدها يستلمها، لانها مش مسؤوليتي انا، ده مسؤوليته هو. فبالتالي لا يمكن بسهوله ان حاجه تطلع في هذا الامر. الامر الثاني الجميل اللي ربنا سترها معانا، ان الراجل اللي جاي مسكها اسمه خالد فهمي. خالد فهمي ده في استاذ في اداب المنوفيه، مسكها يوم 8/6. ماشي، الثورة قامت كام؟ 30/6. فهو جه على ما مشانا احنا بعدها باربع ايام، مشانا 12/6. ماشي، فالدنيا هاجت في الوقت ده.
عمل المذبحة شال 4 من الدار مرة واحدة. كنت انا ورئيس المراكز العلميه والمشرف على الشؤون الفنيه الدكتور ريفين اللي كان رئيس مجلس الاداره بقى من فتره، وكان الدكتور عبد الناصر حسب، كنا 4 شال كده مذبحه وجاب يجيب رجالته. على ما رجالته جم يمسكهم الناس وقفوا لهم في الدار، يعني لا انت، قال لهم طب انا عاوز اشوف كذا، طب امضي لنا على الورقه دي، طب انا عاوز انقل كذا، لا امضي لنا على الورقه دي، لا انت غير مسموح انك انت تبص في دي. هم الاخوه ما كانوش بيؤمنوا بالهويه المصريه؟ بصي، هم عندهم هويه تانية خالص، وهو عندهم حاجه اسمها العالميه الخاصه بهم ديت، اللي احنا يعني ايه انتهى، احنا في زمن حاجه اسمها الدوله الوطنيه. كانوا عاوزين يغيروا الهويه المصريه؟ طبعا احنا كنا رايحين، احنا كنا بعد فتره، انا كنت بقوله كده، احنا كنا سوف نلبس العمائم الافغانيه، هتيجي علينا فتره نلبس العمائم الافغانيه. هو اصلا سهل انك تقدر تغير مهما كنت قوي، هم ما كانوش اقوياء ولا حاجه، بس مهما كنت قوي، هل في حد يقدر يغير هويه شعب وبالذات هويه الشعب المصري؟ هو ده كان حلمهم، بس مش كل الاحلام بتحقق، ده كان كابوس. يعني لانك انت عندك شعب، انت بتتكلم على شعب يعني ايه، يعني في تراكم حضاري، في جواه حاجه كده مختلفه، في جينات بتخليه مش بالسهوله ان هو يوافق على ذلك. هل الوسطيه الدينيه في مصر دي جزء من هويتنا اجتماعيا ودينيا؟ طبعا، بدليل الامام الشافعي لما جه غير المذهب بتاعه عن المذهب اللي كان بيشرب فيه في العراق، جه تأثر بالمصريين وعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم، وغير عمل كتاب حاجة اسمها كتاب الأم، المذهب الجديد بخلاف المذهب القديم، المذهب القديم اللي كان هو موجود في العراق غيره لما جه في مصر، وشفناه حتى في المسلسل اللي اتعرض قريبا. مفيش حد جه في مصر إلا والحضارة بتاعت مصر أثرت فيه وغيرت فيه. ارتباط المصريين بجيشهم من ايام احمس يعتبر جزء من هويتنا؟ ده من ايام مينا مش من ايام احمس كمان، من ايام مينا كمان موحد القطرين. في 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 ارتباط يعني روحي وعميق ما بين انك انت، لان هو الجيش مين؟ احنا الجيش الوحيد في العالم الذي لا يعمل بقابل اجر. يعني احنا مش دولة مرتزق، احنا مش جيش مرتزق، احنا جيش اقدم جيش في التاريخ لا يعمل باجر، كلها قايمة على خدمة اسمها خدمة الوطن أو الخدمة الوطنية، فهي من الدرجة الأولى هي تعمل على أن هذا البلد هي كلنا واحد فيها، ويجب أن ينتدب شبابه للدفاع عنه في بحر الأحمر. بعض النظريات بتقول أن المصريين ما لهمش هوية ولا حاجة، وأن تكرار الموجات الاحتلالية على مدار السنين غيرت من التركيبة المصرية، ده صح؟ طب يقولوها لي فين دي؟ انا حد يقول لي والله التركيبه المصريه كانت احمس حاجه ودلوقتي حاجه تانية؟ لم يحدث، هي عباره عن ده بفيش. بص عايز اقول لحضرتك حاجه، لم يدخل معتدي الا وهضمته الحضاره المصريه وغيرت منه واخذت فيها ما يستفيد به المصريين. اقول لك شيء، احنا في حروف في اللغات اليونانيه القديمه ماخوذه من المصريين، الفرس نفسهم لما كتبوا لغتهم كتبوها بالحروف العربيه اللي كان فيها تاثير اكبر من المصريين. اللي انا عاوز اقوله، ما احنا ما كل اللي احنا نقلنا منهم ما نستفيد به. الفرنسيين لما جم وقعدوا احنا استفدنا بالتجربه بتاعتهم اللي غيرنا بيها. الشعب المصري كان قبل الحمله الفرنسيه على مصر كان عباره، هو كان بيرى ان الخليفه العثماني هو خليفه مقدس ويجب الطاعه وسمله. بعد ما خرج الفرنسيين شكرا جزيلا، لا احنا المصريين، انت اذا معنى انك انت راجل خليفه وزي الفل، بس احنا اللي يجي يحكمنا يجي يحكمنا بالعدل والا هنصره عليه. وصرنا على 5 ولاة بعتهم السلطان العثماني وعزلنا خورشيد اخر واحد فيهم، وطلبنا تعيين محمد علي ولم يكن امام السلطان العثماني الا الموافقه على تعيين محمد علي وليا على مصر. ايه اكتر حاجه حضرتك بتشوفها في الشارع المصري او في افلامنا او مسلسلاتنا وبتتوقف عندها كده وبتخاف وتقول انه دي ممكن كده تاثر على هويتنا في الوقت الحالي ولا في دلوقتي؟ بصي، انا اللي انا بشوف في شارع مصر اغلق منه احيانا لا مبالاه، او ان هو احيانا تجد ان هم يعني ايه مش مدرك وواعي بشكل كبير على انك انت يعني ايه ان هناك خطوره انك انت تردد شائعات او تردد زي ما بيحصل بعد السوشيال ميديا، تلاقي يقول الحق في حصل كذا وتفاجئ ان الكلام ده غير صح ولا ما يحدث. لذلك يعني انا شايف حتى مؤسسه الدوله انت اللي بنراهن عليه دايما، خلي بالك هي ايه حيويه المؤسسات المصريه، لازم تكون فيها دايما فيها دماء جديده وحيويه ومدركه ومتابعه بشكل جيد. يمكن شويه اللي بيشتغل فيها بشكل كويس دلوقتي مركز معلومات مجلس الوزراء، قاعد للشائعات ليل ونهار، بالظبط عاملين دور كويس جدا وكل شويه. لكن برضو انت بتهاجم كتير، لا تنسى ان الاخوان قاعدين بره عمالين يعملوا، وفي دول بتدعمهم وفي منظمات واقفه بجوارهم. لكن في البعض الوقت بيفوق وبيعيد النظر ويرى ان مصر لا احد يستطيع ان يعاديها.
هل الهوية في الزمن اللي احنا فيه أصبحت سلعة تباع وتشترى ونقدر نشتريها بالفلوس لو معانا فلوس؟ نهائي. أصل الهوية دي عبارة عن جينات متوارثة، عبارة عن إرث حضاري أنت واخده من كل الأجيال السابقة. الهوية دي إذا تقصد الهوية البطاقة الشخصية، لأنها بتسمى الهوية في بعض البلاد، لا بطاقة تشتريها ما فيش مشكلة، لكنك أنت تبقى جيناتك انك انت تصور متى، تصور لعرضك، تصور لكرامتك، تصور لوطنك، تضحي بالغالي والنفيس. جزء من الهويه انك انت ما حدث في سينا، ما جزء من الهويه الشعب، التضحيات اللي بذلها ضباط وجنود الشعب المصري سواء من الجيش او الشرطه فيها، ما هو ده حميه. ما هربوشي لما حصل في 67 او في 73 وغيره هكذا. طب يعني لا، الهويه المصريه لا يمكن ان تباع وتشترى، وكل من يكون ذلك هو محاوله ليه؟ للفت في عدد الشعب المصري واضعافه انتوا ايه والبعض. اصل هو جزء عشان تحاول تفكك الهويه تدوس بيها، انك انت تهدمي القيم اللي انت بتؤمني بيها، تهدمي الشخصيات القياديه اللي هي اثرت فيك. يعني يجي يقول لك مثلا سعد زغلول، لا ثورة 19 ده كان راجل بيلعب قمار، فالناس تتخيل انها هذا الامر بتهدم في الثوابت. بالضبط، بتلعب في الاساسات. بالضبط، علشان تخلي الناس كده قلقانه. أيوة. ومتلخبطه. ما هي هو يعني بيحدث هذا كثيرا. عايز اقول لك ان ما فيش حاجه اسمها الهويه الفاضله، يعني احنا بنقول احنا عندنا، لكن انت بنرجع نقول له خلي بالك احنا بشر، الانسان بيقاس بافعاله التي انجزت. اعرابي قام بثوره 1881 على الوالي اللي اسمه الخديوي توفيق، اتهم بانه بخلافه، ده كفروه وخلوه عاصي وخلوه خارج، وهو كان هدفه الحفاظ على الدوله المصريه من مجموعه من المرتزقه الذين يلتفون حول الخديوي والنفوذ الانجليزي والفرنسي. لكن في النهايه الكلام ده خلي بالك استمر كام سنه، 4-5 سنين بس. الشعب المصري رجع اعاد لاعرابي كرامته ان هو كان وطني شريف هدفه من الدرجه الاولى هي المحافظه على الشخصيه المصريه وان تقاوم اللي هي مرحله الضعف اللي فيها. التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والفضاء المفتوح ده بيساهم في الحفاظ على الهويه ولا بيبوظ وبيلعب في الهويه؟ الاثنين. اه احنا ازمتنا الكبيره اللي موجوده عندنا ان المحتوى العربي بجلاله قدره على شبكه الانترنت، بقى مش التواصل الاجتماعي بس، شبكه الانترنت بكل ما فيها ماشي، لا يكمل اكتر من 4%. اي المصريين واحد وحط 3 اصفار من ناحيه الشمال كده من اللي هي خاصه بالمصريين. وذلك احنا محتاجين جهد كبير وضخم وجبار عشان انك انت كل كلمه بتطلع على البتاع ده تمام، يا اما تبقى ضدك يا اما تبقى معك، فاحنا عاوزين نكون معانا. سؤال مهم جدا ما ينفعش اختم الحلقه غير بيه، يعني ايه هويه بصريه؟ وايه راي حضرتك في مشروع الهويه البصريه للحفاظ على المعالم والمناطق الاثريه والتاريخيه؟ الهويه البصريه هي محاوله تقديم صوره جميله وجيده ورائعه لازاله القبح عن بعض المناطق التي اصابت بعض المناطق المصريه. ماشي، فتحسين الهويه البصريه، والهويه البصريه دي بتستخدم بقى انك انت يعني مثلا حي من الاحياء عندنا شارع عاوزين احنا ايه نعيد ترتيب اوضاعه وتنظيفه وتجميله، فايه نعمل مثلا نقول زي ما حصل مثلا في اسوان، بنجيب كل الايه من الاثار الاتوبيسات مثلا نحط عليها ما يتعلق بالهويه المصريه سواء من ايام الفراعنه، من ايام العصر المسيحي او من العصر الاسلامي هكذا. يعني ايه انك انت تجعل الهويه حيه في اشياء موجوده وما زالت مستمره، ما نحطش تماثيل في ميادين شكلها وحش قوي ونبوظ هويتها. رغم هذا حاجه خالص. في قرار من رئيس الوزراء وقرار من وزير الثقافه ان اي تجميل ميادين في اي مكان في العالم في مصر قصدي يرجعوا لجهاز التنسيق الحضاري. ده مهم جدا. بس للاسف في محافظين او في بعض المسؤولين احيانا بيتركوا. حاسبوا بقى. مفروض. طيب كنت وزيرا للثقافه، ازاي الدوله يبقى مشروعها الهوية المصرية مشروع قائم وعايشين فيه طول الوقت بحيث انه احنا نحافظ على هويتنا في امام كل ما نلقاه من محاولات حروب من اجل طمس هويتنا المصرية؟ بصي انا رأيي يجب ان تكون استراتيجية توضع ما بين الوزارات او الاماكن السبع اللي انا قلت عليها، ويتم اللي هي اعتمادها في مجلس الوزراء، واي وزير ياتي لابد ان ياتي ويستمر على هذه الاستراتيجيه الكامله ولا يخرج عنها. في لجنه
في مجلس الوزراء اسمها لجنة الشؤون الثقافية. اللجنة دي أعتقد أنها محتاجة، هي التي يجب أن تتبنى هذا المشروع هوية مصر عبر العصور، وإيه هي مفرداتها اللي تقوم بها كل وزارة من الوزارات وتعمل تقرير للرئيس كل شهر. فعلا احنا محتاجين مشروعنا دلوقتي في مصر، هوية مصر عبر العصور بالضبط، الهوية المصرية مشروع مهم جدا لازم الدولة المصرية تتصدى وكل لي. المكونات بتاعتها تتم وتكون موجودة، قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا وأسسنا ومدارسنا وإنجازاتنا، ده كله يتم ويطلع فيها كل هذا. أشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا دكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الأسبق، نورتنا في مصر الجديدة. الله يخليك، شكرا جزيلا وسعد بيكم. الهوية دي أكبر مشروع ممكن أن احنا نتبناه الفترة القادمة، وهو درع مهم من دروع الشعوب عشان تحافظ على وجودها. الحروب مش بالمدافع والطيارات والصواريخ، لا، ده اللي كنا نعرفه قبل كده، لا، اللي لازم نعرفه لأولادنا بقى في المدارس وفي الجامعات أنه الحروب بقت ممكن تبقى على الهوية. فالهوية والوعي والثقافة موضوع مهم جدا وخطير، وده اللي حاولنا النهاردة في حلقتنا ان احنا نتوقف عنده كثيرا. يعني احنا فهمنا اكتر دلوقتي ازاي ممكن المتخصصين صوتهم يعلى ويحذروا من قضية غياب الوعي، ليه ممكن صوتهم يعلى أكتر وأكتر ويحذروا من لون بشرة ممثلة في مسلسل تاريخي، ليه لازم نخاف على ثقافتنا وهويتنا، عرفنا ازاي، وليه ممكن جماعة تبقى عندها رغبة عشان تسيطر على التاريخ وتزيفه. ربنا يحفظ مصر ويحفظ أمنها وهويتها ووعي شعبها. أشكركم شكرا جزيلا، بكرة مصر جديدة إن شاء الله.